مهندسنا الغالي مهندس عمر سليم، شكرا مرة أخرى على الفرصة السعيدة والفرصة الجميلة جدا اللي أعطيت لي إني أشارك في محاضرات اللايف ويبينارز لبيم أرابيا. كان محور أو كان موضوعنا سيشن 1، كنا تكلمنا عن سي دي أو الكومن داتا انفايرمنت. حكينا بإيجاز عن Common Data Environment based on the ISO 19650. تكلمنا كذلك عن الـ EDMS أو الـ Electronic Document Management System. تكلمنا كذلك عن الـ Folder Structure في CD، وقلنا أنها تتكون من four Information Containers اللي هي Work in Progress، Shared, Published and Archived. وتكلمنا بإيجاز وبسرعة يعني عن different CDs اللي موجودة في الماركت، زي بنتلي بروجكت وايز، زي بيم 360، بلان بيم، بيم سينك. تكلمنا حتى عن تريمبل كونكت. وأنا بصراحة اخترت اليوم، راح نتكلم اليوم سيشن 2 سيشن 3 إن شاء الله، راح تكون وركشوب تطبيقية أكثر شيء، مشان نشوف أو نطبق الأشياء النظرية اللي شفناها في سيشن 1. ورح تكون عندنا كيس ستاديز، نحاول أن نسميها كيس ستاديز مش كيس ستادي واحدة بس. إن شاء الله إذا قدرت رح نعطيكم كامل، أو رح نعطيكم كامل، خلينا نقول 95% من تريمبل كونكت. ورح نعمل له تفكيك بالكامل، بحيث أنه مستقبلا ان شاء الله اذا فيكم واحد حاب يشتغل على السي دي هذا. وعلى فكره كامل السي ديز 95% متشابهه مع بعض، يعني اذا واحد ركز وشاف شو قادرين نعمل بتريمبل كونكت يقدر يطبق نفس الشيء في دي اذر سي ديز، يعني مش راح يكون في اختلاف كبير. ممكن في اليوزر انترفيس بس، في المحتوى هو نفس الشيء، يعني تقريبا نفس الشيء بالكامل. طيب Trimble Connect هي collaboration platform وين تعمل connection and connects the right persons in the right time، خلينا نقول with the right projects. Trimble Connect it's EDMS Common Data Environment. المطور تبع الشركة Trimble. تريمبل عندها العديد من خليني نقول البرودكتس، وشركة بصراحة ناشطة وتطور كل يوم في أشياء وتعمل كل يوم أشياء جديدة، سواء من سوفتويرز أو من بلاتفورم أو حتى من ديفايسز، اللي فعلا مسهل علينا الشغل في الـ AEC industry. وإحنا كبروفيشنالز وكإنجينيرز بصراحة محتاجين الأشياء هذه، وسرعة التطور في الـ AEC industry هي فعلا تعتبر من الأشياء الإيجابية. وين we need it really we need it. طيب Trimble Connect، أنا اخترت بصراحة Trimble Connect لأنه زي ما حكيت لكم آخر مرة، ك ك كبلاتفورم وكبيم كونسلتنت أو بيم مانجر إن فام هولدينج، جربنا العديد من السي ديز بعد وين شفنا أنه Trimble Connect هي الأنسب، وهذا اختيارنا لTrimble Connect كان بعد دراسة معمقة، خلينا نقول كانت بعد تجريب الكثير من السي ديز، وتجريب من السي ديز كان based on our uses أو our beam goals based on our available خلينا نقول qualified team، والناس فعلا اللي جاهزة عشان تدخل في موضوع الالكترونيك document management system. لأنه صراحة مشان تحول الناس فجأة من الدوكيمنت كنترولينج العادي أو الكلاسيك إلى إلكترونيك دوكيمنت مانجمنت سيستم صعبة شوي، من حيث القابلية للناس ومن حيث التدريب، وهذا يأخذ لك وقت. بس يعني الحمد لله شوي شوي بقينا يعني صرنا يعني متعودين على الموضوع يعني، وراح نشوف إن شاء الله بالتفصيل شو تريمبل كونكت، شو الإيجابيات وشو السلبيات، أكيد لأنه أكيد فيها سلبيات. أنا شايفها يعني سلبيات بسيطة جدا، ممكن شخص ثاني يشوفها سلبيات كبيرة based on his workflow based on his خلينا نقول beam implementation strategy. وهذه رجع لكل واحد، يعني كل واحد
لحسب استراتيجية أو خطة معينة الخاصة به، يشوف أكيد الأنسب أو سيدي الأنسب لشركته. طيب في الأجندة اللي هي فيري فيري خلينا نقول مكثفة جدا، راح نشوف اليوم وسيشن 2 سيشن 3 إن شاء الله بعد بكرة، راح نتكلم عن الكونكت أو تريمبل كونكت فور براوزر. الكونكت هو اختصار التريمبل كونكت باي ذا واي. راح نشوف الكونكت فور براوزر تو دي فيور اللي حنشوف فيه بي دي اف، راح نشوف فيها الاوتوكاد او اي شيء عنده علاقه بال 2 دي دروينجز، نشوف الكونكت فور براوزر فور 3 دي فيور لانه اتس انتجريتد وذ سي دي. وين هذا الكونكت او 3 دي فيور راح تشوفوه باللي موجود كامل في كامل السي ديز الموجوده في الماركت، يعني تقريبا 90% نفس الفيتشرز اللي موجوده في التريمبل كونكت تلقوها او تحصلوها في الاذر سي ديز. راح نشوف ايضا الكونكت فور ويندوز اللي هي ديسكتوب ابلكيشن، راح نشوف الكونكت فور موبايل، وراح نعمل سمول وركشوب ان شاء الله سيشن 3 بالموبايل، وين راح نعمل كونكت، راح نعمل كونكشن الموبايل لايف ونشوف كيف نستعمل الموبايل في السايت، واكثر شيء موبايل نحتاجه في السايت، سايت انسبكشن كواليتي كنترول اند سو اون. عن الكونكت سينك اللي هو بصراحة يعتبر المحرك لتريمبل كونكت، ونعمل سينكرونيزيشن and so on. الورك فلو اكستنشنز في 3 or 2 اكستنشنز موجودة في تريمبل كونكت، بصراحة راح تستمتعوا لما تشوفوا يعني مش قادرين نعمل بالاكستنشن which is existing in تريمبل كونكت. وأكيد راح نتكلم عن ريفيت الاد ان and ريفيت سبورت، نشوف كيف نعمل كنترول على الاكاونت سواء كان بزنس بريميوم او بزنس اكاونت. طيب تريمبل كونكت يقدر يمشي معنا بطبيعه الحال في كامل بروجكت لايف، ذا هول بروجكت لايف سايكل من الكونسبت الى الديزاين انجينيرنج اند تو ذا بيد اوورد انتل ذا فابريكيشن اند كونستراكشن اند سو اون، حتى نوصل مرحلة الاس بيلد. تريمبل كونكت يعني بصراحة كل ما مشيت وكل ما كان او كل ما زاد كل ما مشينا او كل ما زاد البروغرس الشغل بطبيعة الحال he can handle all the informations and data sharing easily with smoothly من دون ما تتعقد الامور، بحيث انك تحس بالمرتاح حتى توصل الهاندينج اوفر او حتى من بعد في البيلدينج اوبريشن او مرحله صيانه المبنى او خلينا مرحله الحياه الاخرى للمبنى انتل ذا ديمولوشن. هتحس انه تريمبل كونكت ات ويل بي لايك يعني فيري فيري يوسفول ابلكيشن، يعني خصوصا في الفابريكيشن اند الكونستراكشن. راح نشوف في الورك شوب كيف الناس او الفابريكيتورز از اكسترنال ستيك هولدرز كيف راح يستفادوا من عندك انت بطريقه الداتا شيرينج، وكيف تعمل كوميونيكيشن سموثلي وذ ذم باي فولدر بيرميشن. تريمبل كونكت بورتفوليو اكيد فيه العديد من الاشياء اللي هي 3 دي كابتشر، راح نعطيكم عندي حضرت لكم بوينت كلاود سويناها بتريمبل كونكت 3 دي ليزر سكانينج ماشين، ورح نشوف كيف نطبق هذا في السايت، كيف نعمل كواليتي كنترول. حضرت لكم نفس الشيء موديل بوينت كلاود لايف سويناها بالفعل يعني ودخلناها على تريمبل كونكت، شوفوا كيف راح يساعد تريمبل كونكت على الكواليتي كنترول عفوا صراحة كانت بدايتي في الـ Building Information Modeling هي عن طريق الـ HBIM اللي هي الـ Heritage Building Information Modeling. أول الحمد لله كان لي الفضل أول ما بديت وعرفت الـ BIM هو عن طريق المباني الأثرية، وأول شيء سويته هو 3D Laser Scanning وين دخلنا المعلومات على المباني الأثرية. وإذا كانت الفرصة إن شاء الله مستقبلاً رح نحضر ويبنار اللي هو يتكلم عن الهيريتاج بيلدينج انفورميشن موديلين او الاتش بيم، شو البينيفيتس، شو قادرين نعمل به. طيب خلينا نعمل سمول انتروداكشن تو ذا تريمبل كونكت قبل ما نروح للورك شوب او للتطبيق. ميلي التريمبل كونكت فيه فور ابلكيشنز
او خليني نقول 5. في عندك اول شيء الويب براوزر، الويب براوزر ابلكيشن اللي هو عادي تفتح جوجل كروم او تفتح الانترنت عن طريق جوجل، وتقدر تدخل على الويب سايت الخاص بهم ويعمل تعمل ساين ان وعادي، هذا يعتبر الويب براوزر كاي ويب براوزر ثاني. عندك الديسكتوب ابلكيشن اللي تبع ويندوز، راح نشوفها بعد كيف ننزلها وكيف نسطبها عندنا في الجهاز. في عندنا الموبايل ابلكيشن which is very 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 powerful، راح نشوف كيف يعني شو البينيفيتس شو قادر نسوي بالموبايل ابلكيشن by especially when we go to site. هذه بصراحة site engineers أو construction managers راح تخف عليهم شغل كبير 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 جدا، خصوصا في الكواليتي كنترول، في الكواليتي تشيكينج، في الارافايز راح يكون حتساعدهم كثير في حكايه الارافايز لما تكون بينهم بين الاستشاري او الديزاين او البيم ديبارتمنت وين المودلرز if they use the same platform which is Trimble Connect. واكيد الهولو لاندز حضرت لكم اكيد فيديو قصير وين عملنا كواليتي كنترول باي يوزين الهولو لاندز، وراح نشوف صراحة شيء it's very powerful. ال HoloLens هي the next it's the future، يعني HoloLens it's the future وين فعلاً ك site engineers أو ك beam specialists راح نرتاح والwork it's gonna be very smooth، وراح we gonna reduce the cost, we gonna reduce the time. الويستج حيكون قليل جدا، بس بشرط انه تكون الانتجريشن او البيلدينج انفورميشن او البيم ورك فلو اللي عملناها من الاول وي هاف تو بي شور ذات ات ويل بي ريسبكتد باي اول بارتيز اند باي اول ستيك هولدرز. طيب خلينا نروح يعني الى نبدا باول شيء اللي هو الويب براوزر. تمام طيب هعمل ساين ان او طيب اول شيء عادي جوجل Trimble Connect احديكم ساين ان. هذا هو ويب سايت Trimble Connect. Trimble Connect راح تلقوا فيه كامل المعلومات الخاصه بTrimble Company وTrimble Connect. 10 اور اكثر من 10 ملايين يوزرز اللي استعملوا Trimble Connect with 17 different language with more than 185 countries around the world كامل يستعملوا Trimble Connect. يعني تخيلوا معي الكم الهائل من اليوزرز، وبدليل انه قال لك 10 plus more than 10 million users can't be wrong، يعني لانه مدامهم 10 ملايين مستعمل او يوزرز اكيد مرتاحين في هذه البلاتفورم. شيء جميل ثاني في Trimble Connect انه they are fast، يعني إذا كان عندك مشكل في البلاتفورم بعثت لهم البزنس أو الهلب سنتر they can reply to you، يعني ما ياخدوش وقت يرجعوا لك في نفس يعني اليوم ماكسيموم 48 ساعة يعني. وعندهم فوروم خاص، وأنا أنصحكم أنكم تدخلوا على Trimble Connect فوروم وين يستمعوا لكامل البروفيشنالز أو الانجينيرز اللي يستعملوا Trimble Connect ويشوفوا شو المشاكل اللي تواجههم كابليكيشن او كبلاتفورم، وهم شغالين على الديفلوبمنت اوف ذيس ابليكيشن، يعني يحاولوا انهم يكونوا سباقين مش يكونوا ذا فيرست ان ذا ماركت. طيب خليني نعمل بس ساين ان. طيب خليني نعمل هايد هذه بتاع الزوم. طيب دقيقة بس. أوكي طيب اليوزر انترفيس بتاع Trimble Connect very easy، ما هوش معقد كثير، مقسم إلى projects new، خلينا نقول اليوزر أو الهلب اليوزر هلب and search or نعم search. أنا عنا الدوتس هنقولكم شو حكاية الدوتس. طيب أول ما تفتح Trimble Connect وتعمل حسابه، سهل جدا إنك تعمل حساب في Trimble Connect، بس تدخل وتعمل حساب، وبمجرد ما تفتح راح تكون عندك مكان البروجكتس يعني empty.
خلينا نمشي قبل ما نروح نعمل create a new project، راح نشوف شو المتوفر عنا أو شو موفرت لنا Trimble Connect كابليكيشنز، ومن وين نجيب ال Trimble Connect Desktop، ومن وين نجيب Trimble Connect Sync، ومن وين نجيب Status Sharing اللي هي راح تكون عنا كلام كثير عليها إن شاء الله. طيب بمجرد ما تفتح Trimble Connect خلينا في نعمل كليك على dots وينحيديك مباشرة ال Connect Application. It's like small application store. It's like small application store. طيب Trimble Connect أو طيب application store، عندك أول شيء Trimble Connect for Windows، هذه اللي هي desktop application، يعني automatically أنت بعد ما تعمل حساب في Trimble Connect نزل من Connect applications Trimble Connect desktop app، خليها عندك لأنه هي typically it's the same، نفس الشيء سواء الويب براوزر او Trimble Connect for Windows هي نفس الشيء، بس في بعض الاشياء موجوده هنا في الديسكتوب اب ومش موجوده في الويب براوزر، وراح نشوف الفرق. يعني هو 2 or 3 features مش موجودين. الشيء الجميل انك تحتاجهم بالكامل، مش تحتاج يعني تستعمل الويب براوزر وما تستعملش الثاني، لا انت مضطر انك تستعملهم بالكامل لانه راح تكون عندك خليني نقول منظومه متكامله من تي سي بلاتفورم. طيب عندك ثاني هي Trimble Connect for Mobile، تقدر تروح للاب ستور او جوجل بلاي تنزلها عادي. انا انصحكم يعني اذا قادرين تنزلوها من اليوم نزلوها. يعني عندك Trimble Connect for Mixed Reality، هذه for HoloLens. بالنسبه للHoloLens اذا اشترينا نحن الديفايس الHoloLens، وراح تكون عليه كلام كثير ان شاء الله في السيشن نمبر 3، الHoloLens يعمل تقريبا $3,000، والابليكيشن هذه Trimble Connect for Mixed Reality تعمل تقريبا $1,000، لانه بالنسبه لTrimble Connect for Mixed Reality هذا عالم ثاني، هذا شيء ثاني، another world. يعني تقدر تنفذ المشروع بس بهذه، اذا فعلا عندك qualified team تقدر تنفذ المشروع without any single 2D drawings. ممكن كلامي شوي يكون مش منطقي، شويه too risky، راح تشوفوا بينكم يعني بعد ما نروح ان شاء الله الوركشوب كيف قادرين اذا كان عندنا الكواليفايد تيم نقدر ننفذ المشروع فقط بال 3D، بس بال 3D نروح للسايت ونعمل كواليتي كنترول وتكون الانفورميشن اور ذا داتا شيرينج ثرو اونلي يور بلاتفورم اور سي دي اور ثرو تريمبل كونكت. طيب عندنا تريمبل كونكت سينك، هذا مهم جدا، هذا هو بصراحه اللي يربط لك او يشبك لك كامل التيم، سواء ديزاين تيم او الكونستراكشن تيم او حتى الاوبريشن اند فاسيليتي مانجمنت تيم، يربطك مع اول ذا ستيك هولدرز. هذه حلقه الوصل. طيب اذا حتشتغل بس بالTrimble Connect for Windows or Desktop or Web Browser without Trimble Connect Sync، يعني تقريبا ما عملت ولا شيء، يعني لازمت لك Trimble Connect Sync مشان تكون all، مشان يكونوا all the stakeholders or the project team or حتى the company members يكونوا all connected together. طيب عندك for the Revit users، عندك Trimble Connect for Revit، مهمة جدا هذه راح نتكلم عليها بصراحة، يعني تعتبر من الأشياء خصوصا الناس اللي شغالين Revit، أكيد أغلبكم شغالين Revit، تعتبر من الأدين المهمة جدا، لأنه وراح نقول لكم ليش مهمة، أقول لكم ليش مهمة، خليني بس من استبقش الأحداث. عندك Trimble Connect Visualizer، هذا هو الـ 3D Viewer أكيد. وش عندنا الثاني؟ عندنا Status Sharing، للأسف هذه متوفرة فقط for Business Premium License. Status Sharing هذه تقدر تعمل بها 4D Simulation، تقدر تعمل بها visual site reporting system by color coding زي ما حكيت آخر مرة. أحنا أعطيكم مثال بسيط ورح تشوفوا كيف حتى الشغل أو حتى ال communication ما بين site team construction team و design أو modeling team رح تصير فيه حلاوة شغل، يعني حتكون فيه حتحب الشغل وراح تكون في سهولة في الشغل وسلاسة بمجرد ما تتعود على البلاتفورم اللي هي الكومن داتا أو شو اسمها Trimble Connect عفواً. أهم شيء أنه
you have to get qualified team، أو لازم تتعب معهم شوي إنك تدربهم كل يوم، لأنه بصراحة راح تسهل على حالك وراح توفر على شركة فلوس وراح التيم تاعك يرتاح وتكون عندك راح تكون عندك خلينا نقول workflow clear and without any defects later on. طيب Trimble Sync Manager هذا for surveyors for mapping، إنه ما تنساوش إنه Trimble Connect قوي جدا 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 في البنية التحتية فيما يخص البنية التحتية والطرقات والبريدجز والتانلز etc etc etc. يعني حاليا هذا مش موضوعنا، يعني ما نقدرش يعني نتكلم عن شيء اللي هو ما هوش من اختصاصي، بس راح نقول لكم إنه Trimble Connect، أو حبيت نقول لكم إنه Trimble Connect قوي جدا حتى في لجماعة الناس الشغالين infrastructure bridges tunnels etc etc. طيب بعد ما تنزلوا أكيد الابليكيشنز اللي كنا نحكي من شوي، طيب بمجرد ما تكريت الويب أو your account راح يكون عندك free account، وراح تشوف دائما علامة بالأصفر في المكان هذا upgrade upgrade upgrade. عادي ما توجعش راسك بالupgrade. الناس اللي حابين أو الناس في بدايات البيلدينج البيم implementation the right platform as a CD from the right platforms as a CD عندك Trimble Connect، عندك All Plan Beam Plus، لأنه راح يعطيك البوسيبيليتي إنك على الأقل تشتغل وتشوف من دون ما تصرف، أهم شيء without expenses تقدر تستعمل السي دي وتجربه حتى على مشروع وتشوف يعني وين توصل معك، يعني بمجرد ما تتأكد إنه الناس تعودت على البلاتفورم تقدر تشتري الفول فيرجن اللي هو عندك Business License أو Business Premium License. طيب خلينا يعني نبدأ وكأنه عملنا مشروع جديد. حاليا هذا من المشاريع اللي موجودين عنا في السي دي، وما زلنا زد ندخل إن شاء الله لأنه ماشيين step by step. Creating a new project it's يعني very easy. أول شيء بالنسبة لUser interface عندك، سواء تعملهم by تحب تخليهم by list أو تحب ترجعهم بالشكل هذا، يعني إذا خليتهم باي ليست حيكون عندك النيم، سايز مش سايز المشروع على فكرة، سايز الفايلات والداتا اللي موجودة في المشروع، تشوف last visited متى كانت زيارتك الأخرى مشروع، سواء من synchronization أو من تحميل فايلات etc etc. آخر modification تمت على المشروع، سواء من naming أو سواء من بروبرتي المشروع، إضافة تيم أو يعني تشيل واحد من التيم اتسترا، وراح نشوفها مع بعض. عندك الأوبشن هنا أنك تعمل فرضا إذا أخذنا أنه أني يعني أي مشروع على سبيل المثال هذا الأول، عندك البوسيبيليتي إذا عملت كليك على 3 dots يعني use as a template for new project. هذه مهمة جدا لأنه شوفوا معي، أنت عندك استراتيجية معينة لكامل المشاريع فرضا، أو خلينا نقول أنتو ككمباني أو كديزاين كمباني، خلينا في سكيل اللي هو سكيل ديزاين كمباني as a consultant. عندك as a consultant اختصاصك هو بنايات فيلل مولات على سبيل المثال، مولز فيلاز and buildings. طيب أنت كبيم مانجر أو كبيم سبيشاليست أو كبدايات الامبليمنتيشن، في بدايات الامبليمنتيشن راح تعمل تامبلت خاص بالمشاريع اللي هي فقط بنايات، وراح تعمل تامبلت خاص بالمشاريع اللي هي بس تعتبر فيلل، وراح تعمل تامبلت خاص أكيد بالمولات. التامبلت وش يقصد هنا في Trimble Connect؟ مش تامبلت اللي هي اللي نعرفها في الريفيت، وأكيد ما تخفاش عليكم كإكسبرتز، التامبلت هي توزيعة الفايلات أو بالأحرى الفولدر ستراكتر أول شيء، تيم، الفولدر بيرميشن، عندك الفولدر بيرميشن، التيم، التاجز،
النيمينج كونفنشن، وراح نشوف كيف ندخل نيمينج كونفنشن بيزد اون ذا ايزو 19650. البروبرتيز سيت، بروبرتيز سيت راح نشوفها كذلك، which is very very powerful، اللي شفناها في البرزنتيشن which called plugins. Plugins or API applications programming interface. كذلك في التامبلت عندك قلنا الفولدر ستراكتشر تيم، يعني انت اذا كريتت نيو تامبلت او اذا كريتت مثلا او دخلت مشروع جديد عفوا اللي هو بنايه ثانيه، مش ضروري تعود تدخل وتعود تعمل له برمجه من اول جديد. عندك تامبلت البنايه انت كريتته اوريدي، بس تعمل يوز as a template for new project. تمام، ونفس الشيء بالنسبه للفيلل، ونفس الشيء بالنسبه للمولز على سبيل المثال. يعني تقدر تعملهم بشكل هذا، تقدر تعملهم بشكل هذا، يعني كامل فيتشرز متوفرين في التو اوبشنز. بمجرد ما تعمل كليك، خلينا نعمل كليك نيو بروجكت. ممتاز، ممتاز جدا. طيب نيو بروجكت يقول لك بليز انتر ذا فولوينج ديتيلز فور ذا نيو بروجكت. طيب خلينا نسميه بيم Arabia. Sorry. Beam Arabia project. طيب. Upload. تقدر تعمل project photo. Upload. على سبيل المثال. نقدر نعمل أي شيء يعني. أي صورة ما يهمش، أي صورة. You can choose the second option. You can choose project server location. يعني سواء أنت في أوروبا أو في نورث أمريكا أو في آسيا تختار. إحنا غالبا في الميدل إيست نختار آسيا. تمام. بعد عندك البروجكت أونرشيب. البروجكت أونرشيب هي اللايسنس اللي متوفرة عندك. تمام. حاليا احنا موجودين في الاونرشيب اوف تريمبل كونكت لايسنس هو فام هولدينج، يعني قدر يكون او عفوا البروجكت اونرشيب هو مالك المشاريع او صح، او خلينا نقول الشركه احتاجها فام هولدينج او اتكنز او بارسنز اتسترا. البروجكت لايسنس زي ما شايفين احنا عندنا تريمبل كونكت بزنس بريميوم، عندنا كذلك الكونكت بزنس اللي هي اقل شوي، وعندنا الفري وان which is انتوا اللي بمجرد ما تعملوا you create account راح تكون عندكم حاجه اسمها البيسك. هي تعتبر بيسك بس فيها فيتشرز كثير، هي مسميها بيسك بس فيتشرز اللي فيها كثير. عندك مور اوبشن تقدر تعمل ديسكريبشن بسيط which is فيلا على سبيل المثال جي بلس 1 بلس سيرفيس بلوك. Plus garage. Okay. بس يعني مجرد مثال يعني. أنا عملت شغلة واحد انتبهوا لها يعني. Start date. طيب. تختار متى تبدأ يعني الفيلا، سواء يعني عندك three options، سواء تحط التاريخ اللي بديت فيه design، سواء تحط فيه التاريخ اللي بديت فيه construction، سواء تحط فيه تاريخ لي أول تاريخ دخلت فيه المشروع اللي هو اليوم 14 في الشهر، والآن ديت تقدر تخليها open يعني. طيب ونعمل submit. بمجرد ما نعمل submit البروجكت it will be created automatically، وراح يعطيك يدخلك مباشرة على المشروع زي ما شايفين. طيب ممتاز جدا. بمجرد ما تعمل creation للمشروع راح يعطيك user interface بالشكل هذا، يعني راح ينتقل لك من platform المشاريع إلى platform المشروع. المشروع which is created recently. طيب خلينا نمشي step by step. الستيب الأول هو عنا أكيد البار اللي من فوق اللي فيه اسم المشروع. تمام. معنا زي ما قلنا اللي هو Trimble Connect Application Store. Help the user اللي حتشوفها اللي هي
تشوف البروفايل اكونت ادمنستريشن، تشوف تريبل سبسكريبشن اللي عندك، عندك حتى التكلا اونلاين سبسكريبشن بحكم تكلا تعتبر سوفت وير من تريبل كونكت. مش عندنا الثاني، عندك اسم المشروع، ولو تشوفوا معايا انه في سمول ارو، بمجرد ما تعمل كليك تقدر تنتقل من مشروع من مشروع الى مشروع، يعني وتختار فيو اول بروجكت، سواء تختار مشروعك اللي هو ريسنتلي اوبند يعطيك اخر 5 مفتوحين او اخر 6 مفتوحين، او تشوف الفيو اول بروجكت راح يرجعك الاول صفحه فتحت فيها البلاتفورم. خلينا ندخل على بيم ارابيا بروجكت اللي هي الفيلا. طيب عندنا this the first party. The first party عندك explorer يقولك drag and drop to this folder or create. طيب عندك new folder يعني create new folder. عندك download sync يعني synchronize your project from your desktop، أو قلك already download sync. طيب وعندك map workspace وين تعمل تحدد location، عفوا لوكيشن المشروع عن طريق الماب ورك سبيس اللي هو اوتوماتيكلي انتجريتد مع التريمبل كونكت. وعندك سكتش اب موديل باي ديفولت، سكتش اب سوفت وير اللي هو بصراحه صار مور باورفول بعد ما صار تحت او بعد ما اشتريت تريمبل كونكت مع جوجل، وين صار يعني فيه كثير من الاوبشنز والفيتشرز. تمام، you can create your SketchUp model online و Trimble Connect راح يقرا لك all SketchUp extensions by default يعني without sharing ولا without IFC او حتى publishing. طيب نبدا نعمل creation file creation. تعمل شيء اسمه add هنا، بمجرد ما تعمل add راح يعطيك نفس الشيء، يعني حيعطيك هذه وهذه وهذه، حيطلع لك اياها في لستة، يعني حيبسط لك الامر يعني. سواء تعمل create folder or upload files. طيب احنا عمل نسمي الفولدر هذا، نسميه مثلا design، or خلينا نسميه modeling. modeling or design phase. بس مجرد مثال يعني design phase. تعمل submit، مجرد ما تعمل submit the file it will be created automatically. modified by whom or created by whom بلال. Modified on the date, size and the tag. حاليا الفايل ما عنده حتى tag. شوفوا الفكرة الثانية، بمجرد ما تعمل add أو الفايل الثاني تسميه مثلا beam protocols، تعمل submit، بمجرد ما تعمل submit يطلع لك error. طيب شو المشكلة؟ المشكلة انه الـ Trimble Connect small space it's not allowed as naming convention small space. يعني أنا وش عملت حاليا، عملت add، هنعمل create a new file another file نسميه company template. تمام، بمجرد ما عملت space okay يطلع لي error، بمجرد ما شلت space ونعمل okay حيسمي لي الفايل عادي. يعني حذاري في التسميات في naming convention الخاصة بالفايلات أو بالنسبة للفولدرز، لازم تكون تتجنبوا أي شيء دوت سبيسز سلاش بلاش أي شيء ستار، مشان تكون ما تطيحش في مشاكل من بعد، وممكن تقول شو المشكلة، ممكن عندي مشكلة في التسمية وتصير. تمام، يعني ردوا بالكم من حكاية النيمين كونفنشن أو الفولدر أو الفايلز نيمين. طيب حاليا يعني فور as an example عملت 3 folders اللي هما بين protocols, company template, design phase. في design phase ندخل على design phase. طيب دخلني حاليا للفولدر وين انا حنعمل sub folders. نسمي sub folder اول architecture submit، ونعمل الثاني structure، ونعمل الثالث MEP. تمام،
نعم الثالث ام اي بي. طيب حاليا انا في وسط الاركيتكتشر الام اي بي ستراكشر، كيف ارجع الفايل اللي عندي او نرجع توزيعه الفايل الاصليه او الفولدر ستراكشر الاصلي؟ عندك تو اوبشنز، يا اما تجي وتعمل كليك على الاكسبلورر اللي موجود هنا او اللي بعده اللي هي ديزاين فيز اوريدي، عفوا انت موجود في ديزاين فيز تعمل اكسبلورر، لانه احنا عملنا بس تو فولدر وسب فولدر اثنين بس، يرجعك للاوريجينال اريا خلينا نقول او ذا ستارتنج بوينت اوف ذا فولدر ستراكشر. وعندك الاوبشن الثاني انك تعمل كليك على الاكسبلورر يطلع لك الفولدر ستراكشر اللي عملتها من شوي، تعمل كليك تعمل الارو هذا يطلع لك الفولدر ستراكشر عفوا اللي موجود، وتقدر تتنقل ما بينهم بحريه، يعني تقدر تنقل ما بينهم بحريه بمجرد ما تعمل كليك على ستراكشر يطلع لك كذا كذا تمام. It's the folder tree. We call this one the folder tree. طيب سكرنا موضوع الفايلات او الفولدرات، خلينا ننتقل للنقطه الثانيه او حكينا يعني كيف نعمل creation of folder or file. طيب عندنا شغله ثانيه اللي هي جيب فايل من برا، مش ما ننساهاش، يعني تعمل اد عندك شيء اسمه ابلود فايل. عندك تو اوبشنز، يا اما تعمل براوز وتنزل، خلينا ننزل الصوره هذه عادي، لما تنزل الصوره حين يعطيك يعني سمول نوتيفيكيشن انه اتس اندر بروسيس تمام، وانس اتس ابلودد يقول لك خلاص راهي تحملت عندك تمام. وعندك الاوبشن الثاني انك عفوا انك جي وتعمل drag and drop the file مثلا هذا على سبيل المثال، يعني وينها اوكي، وجي وتحط هنا الفايل عفوا وينها، طيب وجي هنا وتحمل الفايل نفس الشيء. يعني two options، يا اما تعمل drag and drop or تعمل upload from your laptop. طيب شفنا كيف نعمل اكيد الفولدر او الفايل كرييشن، كيف نعمل امبورت الفايل. طيب الشغله الثانيه عندك هنا فيوز، الفيوز حيقسم لك اياهم او غالبا يقسم لك اياهم سواء 3 دي فيوز او 2 دي فيوز. 3 دي فيوز و 2 دي فيوز راح نشوفها بعد في 3 دي فيور كيف تطلع 3 دي و 2 دي فيوز ولشو راح تستعملهم. طيب عندك حاجه اسمها ريليزز، الريليزز تعتبر من الاشياء المهمه جدا في الديزاين ورك فلو او حتى في الكونستراكشن، يعني في الكونستراكشن فيز. ريليزز وش معناها من اسمها باين، يعني انك بعد ما تخلص شغله معينه او خلينا نقول بعد ما تجيب الابروفل فروم المينيسيباليتي، تعتمد المخططات بالكامل من خلينا نقول بالبلديه، يو كان بوت ذا دروينز از ا ريليز، يعني خلاص ماي ورك اتس دان. بمجرد ما تعمل ريليز تكون عندك البوسيبيليتي انك تعمل له شير او ترسله الكامل الاطراف او البروجكت ستيك هولدرز اللي هم انفولفد او المعنيين بالامر. اكيد راح نشوفها هذه، راح نعمل سمول ريليز ونشوف كيف نشيرها مع اول البروجكت تيم ممبرز. طيب فرضا انت نسيت ايش عملت، يعني وما تنسوش انه اخر مره حكينا قلت لكم everything it will be traceable، يعني حتكون عندك traceability all the files it will be traceable. كيف تعرفهم traceable؟ حاجة اسمها activity. فرضا انا نسيت البارح شو ارسلت او شو وصلني او 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 او، عندك شيء اسمها activity راح تشوف كامل الactivity اللي عملتهم في المشروع، طيب حيكون عندك small filtration للactivities، مثلا activity type سواء مثلا اذا كان الفايلز حيقول لك شو الفايلز uploaded. فرضا اذا عملت كليك عندك تو فايلز uploaded فقط، وهذا بالفعل سوينا، عملنا upload الصورتين، واحده بالدراج اند دروب و واحده بالانسرت، يقول لك شو الفايلز deleted عفوا، ما عندي ولا فايل deleted. يقول لك مثلا شو الفايلز اللي هما سينكرونايزد، خلينا نشوف معنا ولا واحد سينكرونايزد. راح تكون عندك تريسيبيليتي للكامل الفايلات او كامل الاكتيفيتي بكل سلاسه. فرضا في اليوزرز مثلا تشوف
الناس او المستخدمين او ستيك هولدرز اللي دخلوا جداد على المشروع. تشوف يوزر جوين، ما كان ولا واحد دخل جديد للمشروع، بس بمجرد ما تبدا تدخل الناس للمشروع راح تظهر عندك الداتا اوتوماتيكلي. وتشوف حتى يوزر ليفت، تيم امبورتد، يوزر ريموفد، يعني بصراحه راح تكون عندك تتبع الكامل الاكتيفيتيز سواء في المشروع او كامل مشاريع الشركه. يعني هذا من نوع من انواع الفلترز للاكتيفيتيز اللي مهم جدا في تريبل كونكت. بالنسبه لليوزرز تقدر you can search the user by يعني type in the name، ولا حاليا في يوزر واحد فقط. حتشوف اليوزر، يعني حطلع على الاكتيفيتيز مربوطه باليوزر اللي عمل الاكتيفيتي. يعني مثلا جاك واحد قال لك من التيم ممبر، قال لك والله يا ريت تشوف لي متى اخر مره بعثت الفايل الفلاني مثلا، او متى اخر مره عملت سانكرونايز. يقول لك والله انا اخر مره عملت سانكرونايز اليوم قبل ساعه مثلا. نقول له لا ما شفت. تقول اوكي، تكتب اسمه وحتطلع لك كامل الاكتيفيتي، تمام، كامل الاكتيفيتي اللي عملها خلال مده المشروع. طيب you can search by group وتشوف الموديفيكيشن ديت، سواء اليوم، yesterday، past 7 days، past 30 days. تقدر custom date تكتب له التاريخ from to، تمام، يعني يكون عندك filtration للاكتيفيتيز بالكامل. على هذه لما حكينا في الفيرست سيشن كنا مركزين جدا على نقطة الداتا تريسابيليتي، يعني انه إذا قدرت تعمل أو كان عندك خطة، أو إذا كانت الداتا بالكامل الخاصة بالمشروع في الإلكترونيك دوكيمنت مانجمنت سيستم وفي السي دي تريسبل، مشاكلك بالكامل راح تكون حتتحل بالكامل، يعني حتشتغل بالمرتاح. Everything is recorded with the assigned person, with the creation date, with all the necessary information and data. يعني راح تشتغل بالمرتاح، والاكتيفيتي هذه مهمه جدا جدا، خصوصا اذا كان عندك مثلا. نعطيكم مثال بسيط، خلينا نرجع للديتا اكسبلورر. فرضا انا جيت للفايل هذا وبالخطا عملت له ديليت، اوكي سبميت. طيب انا حاليا عملت ديليت للفايل، جينا هنا مثلا تروح ل 3 دوت، وراح نتكلم على هذه، راح نتكلم على هذه، دونت بانيك، يعني راح نتكلم على هذه بالتفصيل. بس انا مجرد اكتيفيتي حبيت نراويكم كيف اذا عملتوا ديليت اني فايل او فولدر بالخطا، او مش عارف انا، او واحد تعمد انه يعمل ديليت للفايل. تجي الثري دوتس وتعمل ديليت سبميت، اوكي طيب جميل جدا. طيب هاو وي كان ريستور ذا ديليتد فايل او ذا ديليتد فايلز، يعني انت وصلت للمكتب فتحت اوف لقيت تو فايلز مش موجودين، واحد من التيم يعني ها تو بادي في الـ في الـ في السي دي وبالخطا مسكين عمل ديليت للفايل، يعني بالخطا، يعني خلينا نعتبر بالخطا باش نمشي بالخطا، الناس كلها تخطا يعني. طيب تروح الاكتيفيتي، انت تقول والله كانوا فايلات عندي البارح موجودين وين راحوا، اوكي حاب تعمل، حاب تشوف ريسيرش بسيط، مباشره اوتوماتيكلي لازم تروح الاكتيفيتي وتشوف الفايلات، شو صار بالفايلات. جينا هنا تشوف، تقول لك ديليتد فايل، ديليتد فايل كذا، الصوره هذه، يعطيك الانفورميشن وتشوف من اللي عمل، من اللي عمل لها ديليت. طيب عندك اوبشن جميل جدا 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 في تريمبل كونكت، انه اذا بالخطا عملت ديليت للفايل تقدر تعمل له ريستور. وجينا هنا تعمل له ريستور، تمام، وراح يسجل لك اياها كاكتيفيتي، تمام، راح يسجل لك اياها كاكتيفيتي. تشوف حتى مين اللي عمل ديليت ومين اللي عمل ريستور. طيب خليه يعمل ريستور براحته. طيب نرجع لشيء ثاني اسمه، بمجرد ما شفنا ال، ايوه رجع عنا زي ما شايفين، اوكي لما نروح نشوف الاكتيفيتي من اول وجديد راح تشوف باللي يقول لك الفايل هذا it was uploaded بعد restored وبعد restored. نعم restored it means يعني يكتب لك اياها 4 times، يعني it means that it was deleted، ها زي ما شايفين، وبعد يقول لك restored. راح تشوف حتى مين اللي عمل له delete ومين اللي عمل له restore، تمام، حتكون عندك full control على الدوكيومنتس اللي موجوده عندك
لا تتعب ولا شيء، بس تكون على الأقل يعني you have to be aware about how it's gonna be يعني. طيب الشغلة الثانية اللي هي مهمة جدا بصراحة، اللي أنا شايفها من الأشياء يعني very very important بالنسبة للفولدر structure باشمهندسين، أنا عملت أي شيء يعني مازال ما دخلتش في السي دي والفولدر structure الخاصة بالسي دي، راح نعاود نكريت شيء ثاني من أول وجديد، بس مجرد مثال فقط. تكلمنا على الريليزز، تكلمنا على الاكتيفيتي، ويعني حاولوا تركزوا على الاكتيفيتي، يعني الاكتيفيتي مهم جدا من الاشياء الفيري امبورتنت في التريمبل كونكت. في شيء ثاني اسمه تو دو، تو دو هذا من الاشياء نفس الشيء المهمه، ولاني شايفها بصراحه يعني راح تسهل عليك شغل كثير من ناحيه التاسك، من ناحيه عفوا التاسك اساينمنت. طيب فرضا كبيم مانجر او كبيم كوردينيتر كان عندي تاسك حبيت نكلف به ديزاين، خلينا نقول ستراكشرال تيم او الاركيتكتشرال تيم او الام اي بي تيم. طيب هاو كان اي اساين التاسك؟ سهله جدا في تريمبل كونكت، تروح لشيء اسمه تو دو. طيب روح لحاجه اسمها نيو ونعمل create to do title مثلا على سبيل المثال walls detail design، مجرد مثال فقط. description dear all kindly provide the detail design for external، مجرد مثال فقط، external walls. Okay. Make sure to be LOD 350، مجرد مثال فقط. أو نخلوهم 300 بس. عفوا. طيب. Regards. طيب. assign هو الاساين، هنا تصير عندك الكنترول للتو دو. انا حاليا ما عنديش تيم صراحه، ما عنديش تيم في النيو بروجكت، بس راح نشوف اللايف بروجكت اللي هو الكيس ستادي، راح اشوف يطلع لي تيم وكيف او كان اي اساين. حاليا عندي بس اللي هو بلال، وتقدر تضيف ناس، وتقدر يو كان انتر يوزرز جروبس اد مور ديتيلز. البرايوريتي تحط التو دو برايوريتي. انا حاليا محتاج انهم يعملوا لي الديتيل ديزاين بتاع الاكسترنال وولز. بعت للاركيتكتشرال تيم سواء جروب او 2 او 3 يوزرز على حسب التيم اللي عندك، وتعمل برمجه للتو دو. اتس لايك تاسك. طيب عندك شيء ثاني شولس، إذا عملت add more details تقدر تكتب priority critical high normal low، خليها high. due date أنا محتاجها مثلا detail design محتاجها الأسبوع أو بعد 5 أيام، وحتى أي طيب يوم الخميس. التايب وش تسميه هذا؟ تسميه inquiry، يعني عندك different inquiries، مثلا عندك الكومنت، عندك undefined issue request fault inquiry clash remark، لانه كامل هذا من الاشياء راح يطلعونا لنا during the design workflow or design stage او حتى ال construction stage or phase. فرضا انا حاليا قلت لهم ابعثوا لي الديزاين، اكيد راح يكون اما request or inquiry، في ناس remark مثلا، خلينا نقول مثلا request. اوكي وتاج هتسميه تاج اللي هو architectural tag، تعمل اوكي. بمجرد ما تعمل اوكي راح تسجل عندك التاج اوتوماتيكلي في السيستم او في 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 تمبلت المشروع. تمام، لو تتذكروا قلت لكم يو كرييت ا بروجكت بيزد اون التمبلت، وش معناها؟ حتى التاجز هذم راح يروحوا معاك للمشروع الجديد باي ديفولت، يعني بمجرد ما تعمل اي راح تطلع لك اوتوماتيكلي من الاسفل، راح تطلع لك اوتوماتيكلي من الاسفل عفوا اركيتكتشر. طيب سيف، بمجرد ما تعمل سيف راح توصل نوتيفيكيشن، مش عارف اذا شايفيني يا جماعه او لا، راح توصل نوتيفيكيشن
مش عارف يا جماعة شايفيني أو لا. راح توصل نوتيفيكيشن. أوكي مش عارف، مشكل في الويب كام. أوكي مش مشكلة، حفتح لكم الإيميل وتشوفوه يعني. طيب خلينا هذا هاي تصيف سيلف فيديو. أوكي راح توصل نوتيفيكيشن على الإيميل، خلينا نفتح الإيميل. بمجرد ما تعمل أو مجرد يو كرييت تو دو تاسك حتوصل لي أنا نوتيفيكيشن على الإيميل. أنا وين لا أرسلتها؟ أرسلتها لبلال. يس ذيس وان، هاي ليكو هذه. يقول لك خليني نعمل هايد. اوكي يقول لك تريمبل كونكت، هاي بلال يو هاف بين اسايند، بليز كليك ذا بوتن بيلو تو فيو تو دو. يعني انا واحد من تيم ممبرز على سبيل المثال، تيم من تيم ممبرز، وصلني تو دو من عند البيم مانجر او من عند البيم كوردينيتور. تمام ذا تايتل ويتش از وول ديتيل ديزاين ديسكريبشن. اذا كنا تيم حصلنا بالكامل على سبيل المثال، وزي ما حكينا في اخر او اول سيشن انه الايميلز راح ترتاح من حكايه الايميلز، يعني بمجرد ما تعمل تو دو راح يوصلني ايميل اوتوماتيكلي على الجيميل او على اي ايميل بلاتفورم، وراح يوصلك نفس الشيء على تريمبل كونكت بلاتفورم. زي ما شايفين التايتل اللي هو وولز ديتيل ديزاين ديسكريبشن، حتشوف الديسكريبشن نفس الشيء اللي كتبته انت، وديو ديت والتايب ريكويست، وتقدر تعمل فيو تو دو from here. بمجرد ما تعمل بمجرد ما تعمل كليك هتفتح تفتح حسابك اللي موجود على تريمبل كونكت وتشوف التو دو assigned to you. تمام هذه بالنسبه لحكايه التو دو. التو دو بصراحه تقدر تستعملها في اشياء كثير during the construction phase زي ما قلنا during the design phase. فرضا حاليا اعتبروني انا ديزاين تيم او الاركيتكتشرال مودلر، وصلني التودو، فتحت التودو. بمجرد ما افتح التودو يعني لما اعمل كليك على التودو افتح التودو تطلع لي بالشكل هذا. اوكي طيب حكيت مع التيم او الاركيتكتشرال تيم مودلرز عفوا، قلت لهم كذا شو نسوي كذا. اوكي تفهمنا. بمجرد ما نخرج على او نتفق على شيء تمام، لازم نرجع على البيم مانجر او على البيم كوردينيتور او على الشخص اللي عمل لي اساينمنت واعطاني تاسك، لازم نرجع له باي كليكينج هير. حتطلع لك زي البروبرتيز تو دو بروبرتيز باليت. تمام حنبدا من فوق وننزل. طيب التو دو فرضا اذا كان عندك 100,000 تو دو او 50 60 تو دو، يو كان اكسبورتد از Excel، you can export it as BCF. وراح نشوف ال BCF متى نستعملها. نستعملها لما نكون شغالين على 3D view، يكون عندك مشكل أو issue في 3D model during the model checking and validation. يعني you can export it to Excel. بمجرد ما تعمل export to Excel تطلع لك شغلة هاي، يقول لك your file it will be ready. We're gonna send you a notification once it's been ready. يبعث لك على الايميل الاكسل شيت اللي فيه كامل التو دو ساين تو يو. تقدر تعمل فلتريشن نفس الشيء للتو دو باي جروب باي يوزرز باي ستيتشوس باي بريوريتي. فرضا هذه كريتيكال، هل عندنا تو دو كريتيكال؟ ما عنديش. حيعطيك زي الكالر كودينج للبريوريتي للتو دو ليست. انا عندي هاي تو دو واحد اللي هو هاي بريوريتي. تقدر تعمل فلتريشن، نظم حالك، نظم تعمل خلينا نقول كلاسيفيكيشن للتو دو، تعملها فلتريشن، ترتب حالك، ومن بعد تعمل لهم اكسبورت وتعملهم عندك في البيت ولا تحطهم عندك از ريفرنس يعني. وعندك التايب اتس اساين تو مي كرييتد باي مي ان اسايند. ان اسايند هذه احنا نحكي لها من بعد انها مهمه جدا. طيب بمجرد ما تعمل كليك، اوكي بمجرد ما تعمل كليك او تشيك تشيك مارك على تو دو تطلع لك تو دو بروبرتيز ليست. طيب شو فيها هذه؟
دقيقة بس، احنا نروح للإيميل. وصلتني نوتيفيكيشن من تريمبل كوناكت، يقول لك خلاص، يقول لك بيم ارابيا بروجكت اكسل اكسبورت هاز فينيشد بروسيسنج، كليك ذا بوتن تو داونلود ات اتسترا اتسترا اتسترا. تعمل داونلود للاكسل، عفوا طيب اوكي، سكر علينا هذا ونفتح الاكسل شيت، راح يكون بالشكل هذا. راح يكون تو دو التايتل راح يكون بالشكل هذا، تايتل ديسكريبشن تايب ريكويست زي ما حكينا، موديفايد اون مين اللي عمل لك لاست موديفايد كرييتد، وتحتاجهم انت كرفرنس من بعد. تخيلوا معي من بعد 100 تاسك كذا، يعني شغل كبير يعني بصراحه، انه جميل انه الواحد تكون عنده ليست with with the tasks which is done which is which is in progress etc etc etc، يحتاجها مستقبل ممكن يطلبها من عنده CEO او غيره. بس حابين نشوف فقط شو نوعيه الاكسل اللي حيطلع لك. تمام، نرجع للاكسرسايز او نرجع للورك شوب. طيب، بمجرد ما تعمل كليك انا ديزاين او الاركيتكتشرال مودلر، يوصل لي بالشكل هذا. لما يوصلني هتطلع لي شغله جديده اللي هي status and completion. خلاص انا كبي مانجر او كوردينيتر او 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 سبيشاليست او في دي سي مانجر، اعطيت التاسك للتيم، انا وش حنعمل؟ نعمل كليك لهذا اوكي، ونجي الكومبليشن او نجي الستاتوس، نقول له خلاص اتس ان بروجرس. تمام، يعني راني بديت فيه. او تكتب له تكتب له waiting، بس لازم تكتب له في التعليق ليش waiting، يعني تعقبله عليها بالتعليق. وإذا خلصت الإيشيو تكتب له done. تمام، وإذا closed it's closed، يعني لأسباب تعرفها أنت بس أو your team member or beam manager or الشخص اللي عمل لك assignment. طيب خليها مثلا in progress. الكمبليشن باي بيرسنتج، فرضا انت وصلت ل 75% خليها 75%. تمام، assign tag اوكي save tag with the same level already exist in the project no problem. تمام، انا عملت 75%، ونكتب له comment. نكتب له comment ونقول له dear sir task already in progress، يعني مش عارف أنا أي شيء قاعد نقول، يعني regards. تعمل comment وتقدر تعمله attachment screen shot أي شيء من عندك بتريمبل كونكت، يعني قدر تكون شغال على الموضوع وتعمل له screen shot أو أي شيء، أو تعمل له link معين أو من الويب سايت، او ممكن طلب منك مثلا قال لك بليز جيف مي ذا تكنيكال داتا شيت اوف اوف عفوا دبليو سي او اي شيء، تعمل له انت الويب سايت وتكتب له دبليو سي كذا ار ووتر كلوزت مثلا راك سيراميك على سبيل المثال، مجرد مثال فقط، يعني تكتب له تعليق هنا كانسل عفوا، وتعمل كومنت. بمجرد ما تعمل كومنت اوكي، بمجرد ما تعمل كومنت حيوصلني انا ايميل كبي مانجر انه او بي كوردينيتر انه التاسك assigned تاسك اتس ان بروجرس. ها وصلني ايميل زي ما شايفين، يقول لك بيم عربي عفوا دقيقه بس دقيقه بس، هذا ايميل للاكسل عفوا، يعني استنى لي شوي. تمام اوكي، راح استنى شوي، راح يصلني ايميل يقول لي انه التاسك تحول الى 70% و اتس اوريدي ستارتد، وراح يوصلني ايميل نفس الشيء انه بعث لك التيم ممبر كومنت. شايفين حلاوه الكوميونيكيشن ثرو ذا سي دي، يعني راح تخفف عليك وقت كبير، وحتصير تحكي وتعمل الشات with professional way through the CD or the electronic document management system. وهذا اللي كنت نحكي عليه في الكوميونيكيشن اند الايميلينج سيستم اور بروسيس. خليني نشوف ليش ما وصلنيش الايميل.
ممكن أوصل لبلال هذا لأنه يعني عندي إيميلين. لا خلينا نعطيه بس شوية وقت وراح توصلني notification. طيب during the project during the project أو during the CD أو برمجتك للسي دي اللي هي تريمبل كونكت مرات تكون عندك مشكل في النوتيفيكيشنز. راح اقول لكم كيف تحلوا الموضوع، بس حاليا ما عندناش مشكل في النوتيفيكيشن، بس ممكن اللهم تاخرت شويه بسبب النت او شيء من هذا القبيل. اذا وصلك زي ما حكينا، زي اذا وصلك خلينا نقول تو دو اور تاسك، انتم عارفين حاليا كيف تشتغلوا على تو دو، كيف تسكر الموضوع، تقدر تعمل اتاتشمنت للتو دو من هذه زي ما حكينا، سواء من اللابتوب او سواء من عند السي دي اتسلف او زي ما حابين يعني. تقدر تعمل اتاتشمنت حتى للكومنت اللي عندك فروم ذات يو ار يعني بديت في الشغل يعني شغال عليه. وتقدر تقول سي اكتيفيتي اللي سويتها في التودو هذا على سبيل المثال. خلينا نشوف الاكتيفيتيز اللي صارت في التودو. يعني اكتيفيتيز اور اكتيفيتي تعمل تريس الكامل الشغل، سواء تودو مش تودو. يقول لك اول شيء يقول لك اد تودو، ثاني شيء يقول لك تودو اديتد ليبل، تمام، وبعد يقول لك اخر شيء انه كومنت ادد فور تودو. يعني هتتبع حتى تودو شو سويت في التودو، عندك البوسيبيليتي انك تعمل تشوف الاكتيفيتيز اللي تمت في التودو. عندك شيء ثاني تقدر تعمل ديليت عفوا، وتقدر تعمل تاج، تضيف لها تاج ثاني اذا كان مثلا ستراكشرال اند architectural tag، تقدر تضيف التاج يعني وتعمل سيف. اوكي تمام، وتعمل uncheck. بمجرد ما تعمل uncheck بعد ما تعدل يطرح لك status which is in progress، وتشوف انه priority height etc etc. وهكذا كل ما عملت to do، كل ما عملت assignment للتاسك، عندك possibility انك كل options اللي تختارها، وراح نشوف يعني واحنا شغالين في مشروع راح نشوف شو البوسيبيليتيز اللي نقدر نعملها تو دو. نمشي للشغله الرابعه اللي هي التيم. اوكي عندك تو واي اوف كرييتنج التيم او ادينج جروب، سواء تعمل انفايت بيبل تو بروجكت، وش تعمل؟ تكتب ايميله فرضا، خلينا نقول الاركيتكت بلال ريدي gmail.com. اوكي طيب شوفوا جماعه في مشكله صح، مش راضي يعطيني انفايت، لازم تعمل له انتر. بمجرد ما تعمل له انتر يعني انت قابل الشخص هذا يشتغل معك، بس الايميل فيه خطا لانه عملت ال architectural بلال دريدي gmail.com. اوكي اعمل له انتر. بمجرد ما عملت له انتر خلاص صار داخل الداتا. زيد ندخل شخص ثاني اللي هو بلال، سامحوني انا ما عندي كثير من الايميلات البربس التعليم يعني gmail.com. انتر تمام خلاص دخلت شخصين باي ادين دير ايميلز. نعمل انفايت، عندك الرول تحطهم ادمن او يوزر، خلاهم يوزر حاليا، خلاهم يوزر. ليش؟ لانه الادمن حتكون عنده البوسيبيليتي انه يعمل تو دو، يغير الفايل بيرميشنز، يعني الادمن خليك او حاول تكون حذر في اختيار الادمن، لانه الادمن لازم يكون نفس تفكيرك، نفس خلينا نقول استراتيجيتك، مشان ما يخرب لك الشغل او خطه العمل الخاصه بك. يعني خلينا نقول for the moment we keep it like user. تمام راح يوصلهم ايميل اوتوماتيك للناس هذو اللي بعث لهم ايميل. خلينا نشوف ايش عندي مثلا بلال ارك، هذا هل وصلوا انفيتيشن عند المشروع؟ مازال ما وصلوش هذا. خلينا نشوف شخص ثاني وينه. ايه وصلني على التليفون بس مازال ما وصلنيش على اللود. طيب خلينا منه هذا بلال آرك، خلينا ناد أناظر. طيب عشان نشوفه بس وينه بأركيتكتور بلال. لا مش موجود.
طيب اوكي راح نشوف هل وصلت الانفيتيشن الاركيتكتشرال اركيتكت بلال. اوكي ممتاز، هاي لكم الانفيتيشن، توصل لكم انتو كانفيتيشن اذا كان انفايتد للمشروع، تعمل كليك بيقول لك you have been invited to join a project on Trimble Connect. اسم المشروع هذا هو بيم ارابيا بروجكت، باي هوم، من اللي ارسل لك الانفيتيشن؟ هو بلال دريدي. يقول لك you can also access this project from the projects page on the Trimble Connect. تمام، يعني حاليا انت جاتك انفيتيشن مشان تدخل في المشروع، ولازم يكون عندك حساب في Trimble Connect. هذا بلال ارك، مش عارف ليش ما وصلتوش الانفيتيشن، ممكن راحت الايميل بالخطا، لا علينا على كل حال. طيب رغم انه ها اوكي زي ما شايفين انا دخلت الايميل بالخطا، دخلت الايميل بالخطا. اوكي طيب عفوا، انا مدخل ايميل مش جيميل، اتس جاميل. على كل حال طيب نقدر ريموف اكتيفيشن ايميل. اوكي تمام، هذه كيف تعمل how you can invite people to the project. طيب خلينا نعمل جروب نسميه architectural team. نفس الشيء اذا عملت سبيس وعملت اوكي مش راح يكريت لك التيم مباشرة، بعد ما تخلص الاسم بعد ما تخلص الاسم اعمل اوكي مباشرة. الجروب الثاني structural team. اوكي الجروب الثالث اللي هو الام اي بي تيم. طيب خلينا نغير ال شو اسمه اسم التيم او رينيم جروب ونخليه اوكي كابيتال احسن، لانه بصراحه طلع مش مليح يعني بال. طيب وش عملنا؟ رينيم جروب اوكي ستراكشرال تيم سيف. حاليا عندك all the project members وعندك الجروبس. طيب انت عندك التيم members اللي هم موجودين في المشروع، فرضا بلال هذا حاب you have to add it، يعني حاب دخله الجروب. وش عندك؟ عندك two groups حاليا، بمجرد ما تعمل له structural group team او structural team تعمل له add يصير بلال موجود في الستراكشرال تيم، وراح تشوفوا باللي ينضاف وان يوزر للستراكشرال تيم. تمام تعمل كليك حيطلع لك بلال انه داخل في الستراكشرال تيم. هذا مثال بسيط كيف تعمل او كيف هاو يو كان كرييت تيم، هاو يو كان انفايت ممبرز تو يور بروجكت. خلينا نشوف بس شو قادرين نعمل في التيم كموديفيكيشن وكذا. بمجرد ما نعمل كليك او فرضا خلينا نعمل انفيتيشن جديده، خليني نعمل انفيتيشن جديده لشخص ثاني لانه بلال ارك هذا عملنا له انفيتيشن بالغلط. gmail.com المفروض توصلوا انفيتيشن اوكي. طيب المفروض بلال ارك توصلوا انفيتيشن، خلينا نشوف. اذا ما وصلتوش معناها منحوس يا اخوتي، ما عندي شرح نعمل له. شفتوا مشكل في الايميل هذا بلال اريك جيميل، بلال اريك جيميل من المفروض وصلته الحين، خلينا نشوف. يلا 1 2 3 اوب هاي الانفيتيشن. طيب وصل هذا الانفيتيشن لبلال اريك زي ما شايفين، نفس الشيء اللي وصل اليوزر الاول اللي هو ارك بلال. طيب هذا بلال اريك، او خلينا احنا عرفنا كيف من اليوزر كيف نغير له او نحطه في الجروب، صح؟ طيب الشغله الثانيه كيف من الجروب نحط يوزرز، نعمل اد بيبل تو جروب ونكتب بلال اريك. بس ما يطلع ليش؟ ليش؟ لانه بلال مازال ما عملش الاكتيفيشن. على كل حال خلينا نقول دوت كوم عفوا، يطلع لك يقول لك result not found لانه بلال ما عملش الاكتيفيشن اوريدي. طيب وش حنعمل؟ فرضا هذا الاركيتكتشرال تيم او البروجكت يوزرز نقدر نغير له الجروب تاعه ونخليه هنا مثلا اد تو جروب ونحطه في الاركيتكتشرال تيم.
بس اذا عملتوا اكتيفيشن بعد ما يوصلكم الايميل شغله بسيطه جدا، جيل اركيتكتشرال تيم وتعمل اد ممبرز وخلاص، سهله يعني. اوكي، وصار الاركيتكتشرال تيم عندنا يوزر وستراكتشرال تيم عندنا يوزر. طيب شو وش عندنا ثاني؟ كليك على الجروب، وش عندنا ستيتشوس اللي هي اكيد عندك الفلتريشن، وين تروحي تبعك الفلتريشن. على سبيل المثال اذا جيت الاول ممبرز بروجكت ممبرز، خلينا نشوف الناس اللي مازال ما قبلتليش الانفيتيشن اللي عندي، نعمل اكتيفيشن بيندينج. طيب وش بيه هذا؟ اوكي، عاود تعمل له ريسنت اكتيفيشن ايميل، ممكن بالخطا مسكين ما شافش الايميل، عاود ابعث له ريسنت اكتيفيشن، اعمل له ريسنت اكتيفيشن ايميل مشان ينتبه مره ثانيه ويقدر يدخل معاك في التيم ممبر. تمام. وش عندنا؟ عندنا في الجروب ستيتوس اللي هما شوفوا الناس اللي ريموفد. اوكي، معنا ولا واحد ريموفد. تمام. بقدر اصلا اللي هو البندينج يو كانوت دو ات، يعني يو كانوت، خلينا نقول اتس نوت ريموفد، يعني لانه خلينا نعمل له ريموف. وش مو هذا؟ عفوا، لا. طيب ريموف فروم بروجكت، يس ريموف، ايميله بالغلط يعني، وعلى نخليها عندي. راح يطلع لك ريموفد. اذا عملت ستيتوس ريموفد حيطلع لك منه الناس اللي ريموفد فروم ذا بروجكت. راح تكون عندك فول traceability للتيم members or the team or للبروجكت جروب، وراح تسيطر، راح تكون عندك تحكم اكثر ومور كنترول على التيم structure. تمام. باي رول تشوف منهم اليوزرز، كامل يوزر اكسبت بلال، تشوف الادمين، هذا الادمين. ان شاء الله بس بكون سريع يا جماعه لاني نحاول اني نراويكم اكثر قدر مستطاع من المعلومات. طيب تقدر تعمل اكسبورت للليست اللي عندك للتيم ممبرز او للجروبس تو اكسل. وتقدر الشغله الثانيه اللي هي يعني جميله جدا، تحضر التيم ممبرز من الاكسل، اسمه تبدا بالايميل اسمه والرول، وتعمل امبورت فروم اكسل. تمام، وتعمل امبورت فروم اكسل. بصراحه نسيت نحضر ليست يعني للتيم، والا بمجرد ما نعمل امبورت فروم اكسل حيجي اوتوماتيكلي ينزل عندك هنا. يعني لازم تكون متاكد انك تكتب الايميل، تكتب الرول، وتكتب الاسم الخاص به. تمام، تعمل امبورت فروم اكسل ينزل مباشره عندك هنا. يعني عندك تو اوبشنز، يا اما تعمل امبورت او اكسبورت التيم ممبرز اور جروب ممبرز اور الجروب اللي عندك في البروجكت. عندك تو ويز اوف كرييتينج ذا جروب، باي امبورتينج فروم اكسل، اور تقدر تكريتهم مباشره من البلاتفورم. خلينا نروح للسيتينجز. في السيتينجز، اوكي، في السيتينجز عندنا البروجكت ديتيلز. في البروجكت ديتيلز، اوكي، في البروجكت ديتيلز حيطلع لك اسم المشروع، البروجكت اونرشيب، مالك المشروع مهما كان اسم الشركه يعني، السيرفر لوكيشن، الكريتد تايم، الوقت اللي عملت كريشن للمشروع، مين اللي عمل كريشن للمشروع، من المسؤول وكذا. تشوف سايز المشروع، عدد الفولدرات اللي فيه، عدد الفايلز وعدد اليوزرز اللي فيه. راح تشوف ستارت ديت. تمام، راح تحط الاند ديت، اذا ما حطيتهاش في الاول تقدر تحطها يعني في البروجكت ديتيلز عادي، وتعمل سيف تشينجز. ديسكريبشن، اذا عندك حاب تغير الديسكريبشن، مثلا ممكن ديسكريبشن تاعك عملتها على السريع في بدايه الامر، او ظهر لك مثلا انه المشروع مش فيلا، ممكن حتكون بنايه، تغير بس الديسكريبشن، تغير فقط الديسكريبشن وتحطها وتعمل سيف تشينجز. تمام، ولا يو كان سيمبلي ليف ذا بروجكت، يو كان سيمبلي ليف ذا بروجكت اللي هو اوتوماتيكلي راح تو بي ديليتد اند كانسلد. تمام، نجي الفكرة أو الجزئية النوتيفيكيشن، هذه مهمة جدا. النوتيفيكيشن مهمة جدا، قادر أنت يعني وتتدخل في معلومات المشروع. يجيك واحد من تيم ممبر يقول لك أستاذي أنت ما بعثليش انفيتيشن، ما بعثليش تودو، ما بعثلي ولا شيء. أنت عندك في السيستم أنك بعث تودو، بس هو ما وصلتوش الإيميل، ما وصلتوش، ما نحكيش على البلاتفورم.
هنا تقدر تتحكم في كامل الـ notifications. You'll be notified for every single activity in the Trimble Connect. سواء حملت فايل على سبيل المثال by default. By default هي وش موجودة هنا الـ views. الـ views وش يقول لك؟ راح تجيك notification بمجرد ما تعمل view assignment على سبيل المثال. راح تجيك notification بمجرد ما يطلع لك clash assignment. راح تجيك notification بمجرد ما تعمل to do assignment زي ما شفنا مع بعض من شوي. بمجرد ما عملت to do assignment وصلني ايميل. اذا عملت uncheck مش راح يوصلني ايميل. تمام؟ اذا عملت delete to do مش راح يوصلني ايميل. تمام؟ لاني مش عامل شو اسمها check. تمام؟ طيب الكومنت مشان تكون الكومنتس ايه لو تذكرتوا انا عملت كومنت على to do من شوية ما وصلنيش ايميل. ليش؟ لاني مانيش عامل كومنت ادد نوتيفيكيشن، يعني ما عملت لهاش تشيك. لو كنت عامل لها تشيك بمجرد ما نعمل كومنت راح يوصلني. بصراحه راح يسهل حركه الكوميونيكيشن بطريقه عجيبه بصراحه. يعني انا شايفه انه بمجرد ما نتعود عليه حتكون between everything all the project it will be between your fingers. خلينا نقول تمام. Other project updated or project renamed. مثلا إذا كان project updated من project details أحطوص لك notification automatically. أنت بعد مثلا فرضا على سبيل المثال تتحكم في حركة الإيميلات، يعني مش بالضرورة أي شيء يصير في Trimble Connect أو في CD بصفة عامة توصلك إيميل، راح تصير عندك ضغط في الإيميلات. يعني تتحكم مثلا يهمك انك تعرف الفايلز which is uploaded، يعني يهمك تعرف لازم تعمل notification. لازم نعرف الفايل داونلود، يعني لازم حاب تعرف مهم جدا انك تعرف مين اللي حمل الفايل اكيد، لانه اذا ما عرفتش مين اللي حمل الفايل مشكل. لازم تعرف مجرد ما توصلك notification تكون عندك تتبع لحركة الفايلات. synchronize هذا مهم جدا. Synchronize لازم تعمل notification، لأنه بمجرد ما يعملوا structural team sync لازم توصل notification architectural team اللي يعملوا sync، باش architectural team بدورهم يعملوا sync ويكون الموديل عندهم الاثنين، يعني updated عندهم الاثنين وموجود في Trimble Connect. File check out file check in. File check out file check in option أو feature رائع 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 جدا. يعني في الفايل تشيك اوت وانت شغال على الفايل على ريفيت موديل على سبيل المثال، قبل ما تسكر تريمبل كونكت او قبل ما تطفي اللابتوب وانت طالع تعمل تشيك اوت. لما تعمل تشيك اوت the other team they cannot do the synchronize لانك ما خلصت شغلك. بمجرد ما تعمل تشيك ان، يعني او اذا عملت تشيك ان وانت طالع، يعني قبل ما تطلع وتسكر تعمل تشيك ان، تيم لما يعمل سينكرونايز راح يوصلهم اخر تحديث حصل لك في المشروع. يعني هذه فايل تشيك ان وتشيك اوت راح نشوفها اكيد، راح نعمل موديفيكيشن بسيطه في 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 موديل من المودلز اللي عندنا وراح نشوف. يعني فولدر ادد فولدر ديليتد، يعني حتوصلك نوتيفيكيشن. يهمك مثلا فرضا انك تشوف شو الفولدر اللي تم تحميله من المشروع توصلك نوتيفيكيشن. اليوزر على سبيل المثال يوزر ليفت مهم جدا. انا شغال وبعد فجاه يوزر من اليوزرز راح لي من المشروع، يعني خرج من المشروع مش عارف، انا توصلني نوتيفيكيشن مش تقدر انا نتواصل معه شوف شو المشكل. ريليزز على سبيل المثال مهم جدا انه ريليزز او اشياء اللي خلصت وصارت ريليز انبوكس ريليزد يهمني اني نعرف وتوصلني بالايميل. على ما اظن اخذتوا فكره وفهمتوا برنسيب النوتيفيكيشن. عندك اكيد اليونيتس عندك الاوبشن ما بين متريك الامبريال، عندك الصفرين بعد الفاصلة، عندك بالباي مليمتر باي متر. هذه ليش؟ لانك تحتاجها بعد في 3 دي فيور. اوكي باي كيلومتر هذه ممكن في مش ممكن، هذه في شو اسمه في الرودز في التانل في الانفراستراكشر اكيد، يعني ممكن تستعملها في هذه. وخلينا احنا بالمتر او اذا حاب تشتغل بالمليمتر نفس الشيء، يعني ما يهمش على حسب انت تعودك على اليونيتس اللي تشتغل بها. يعني الويت بالتون ديجريز، عندك السكوير متر، عندك زي ما قلنا رقمين او تقدر تعدل الكيوبيك متر نفس الشيء تو نمبرز التون اتسترا. طيب
اليونتس، خلينا نشوف في اليوزر بيرميشنز. طيب في اليوزر بيرميشنز زي ما حكينا احنا عندنا تو تايبس اوف يوزرز، عندنا الادمين وعندنا اليوزر. عندك في التو دو فيزيبيليتي وعندك في البروجكت ممبر انفيتيشن. صلاحيه الادمين انه يقدر يقول لك على سبيل المثال هنا، او يقول لك هنا choose how project users will see to do. يقول لك shared to do visibility default، يعني to do will be visible to all users in the project. لا يعني انا مثلا انا حاب نعطي to do وتاسك معين الواحد من التيم ممبر، مش ضروري الناس كلها تشوف، يعني خلينا نغيرها هنا، يعني to do will be visible to project administrators فقط، to do creator and assignees to in the project، يعني assigned person هم اللي راح يشوفوا to do، والto do creators اللي هم by default يعني automatically الadministrators هم اللي راح يشوفوا to do فقط، ال other team members مش راح يشوفوا to do. يعني if I'm not assigned why should I show other to do's list يعني صح. البروجكت ممبر انفيتيشن يعني choose who can invite other to the project، يعني allow all users to invite new project members. لا في الحاله دي حتصير فوضى، يعني الناس كلها تصير تعمل انفيتيشن لكامل تيم الممبرز with no control with no restriction. يعني لا خلينا بس allow only project administrators to invite new project members، يعني في الحاله هذه تصير تتحكم او الادمنستريتورز فقط، الادمين فقط هو الادمينز عفوا هم فقط اللي عندهم الحق يشوفوا التدو، عندهم الحق يعملوا انفيتيشن للممبرز نيو ممبرز. تمام قد اخر شغله اللي هي سينكرونايز. جماعه احنا بس تكلمنا 5 أو 10% على تريبل كونكت، يعني بصراحه انا حاب نعطيكم كامل التفصيل عليه، يعني بالتفصيل مش ممل، يعني إذا كان ممل أكيد ولا حد فيكم يحضر، بس نحاول نعطيكم قدر المستطاع. طيب بالنسبة للسينك، سينك سيتينجز عندك الفايل أبلودز. شوفوا زي ما حكينا من شغلة الفايل تشيك أوت، إنيبل أوتوماتيك فايل تشيك أوت وين أبلودينج فايل. الأبلودينج فايلز ثرو ذا سينك راح نشوفها مع بعض، يعني هذه مش راح نتكلم عليها حاليا، راح نشوفها بس لما نروح للسينك. زي ما شايفين إنه رابط السينك بالتشيك أوت، زي ما حكينا التشيك اوت والتشيك ان. تمام لانه انت لما تشتغل في ديزاين، خصوصا في الديزاين او موديلنج انفايرمنت او ديونينج ديزاين فيز، راح يكون عندك تشيك ان وتشيك اوت وتو ماتش سينكرونايزيشن بين ذا 3 ديبارتمنتس اللي هما ستراكشرال تيم اركيتكتشرال تيم اند ام اي بي تيم، وراح تكون في سينكرونايزيشن عفوا ما بينهم الثلاث ثرو ذا شيرد فايل، راح نشوفها مع بعض. يعني exclude files and folders. طيب choose the types of the files or folders that should be ignored during upload or synchronize process. شوفوا مرات لما تعملوا synchronization يعطيك مثلا وانا شغال على الريفت، فرضا انا شغال على الريفت، بعد ما خلصت الريفت وعملت save ورحت للسينك وعملت synchronize، لما اعمل سينكرونايز يجيب لي الريفت معها الباك اب فايل. مش ضروري، يعني مش ضروري تنزل لي الباك اب فايل عند في السيرفر بيزد ولا في الكلاود، تعملها تشيك اوت اور تشيك اوت، نعم يعني ان تشيك عفوا ان تشيك. فرضا عندك سكتش اب عفوا باك اب فايل، ما نحتاجوش هذا سكتش اب، احتاج بس السكتش اب اتسلف. اذا حبيت نعمل انا باك اب من بعد انا الايرور فايل مش ضروري، يعني في الحالة هذه وعمل لك تشيك دع كامل الفايل او الفايل عفوا اكستنشن وما تبعه، يعني انت مشان ما تثقلش عليك الموديل عفوا يعني ما تثقلش او ما تكثرش الفايل او الفايلر كونتنت فولدرات او تمبر. شوفوا كحط لك حتى التمبرري فايلز، يعني مش ضروري، يعني بصراحة مش مهم انك تحط تمبرر فايل، يعني باك اب دايركتوري ثامز هذه مفروض ما تكونش، يعني انت بعد شوف على حسب استراتيجيتك او على حسب اذا شايف انه هذا مش مشكلة خليه زي ما هو، يعني لك الحرية التامة لك الحرية المطلقة. طيب
طيب خلصنا يعني شوية من المقدمة، مش عارف أنا الموجزة أو الكبيرة، مقدمة الموجزة عن تريمبل كونكت. خلينا نروح لشغلة مهمة جدا اللي هي داخلة في برمجتك للتريمبل كونكت before you start الأوبريشن إن تي سي أو إن دي سي دي. تروح لشغلة اسمها، أول شيء خلينا نشوف الكاونت، خلينا نشوف ماي بروفايل، وش فيه البروفايل، الورك، لينكد اكاونت عفوا، تشوف الكونتاكت انفورميشن، الفون نمبر، بمجرد ما تغير شيء تعمل له سيف، ممكن تضيف صورة هنا عادي، بروفايل عادي زي اي بروفايل يعني في اي حساب. تمام، عندك الاكاونت ادمنستريشن. طيب الاكاونت ادمنستريشن اللي حتطلع لك كامل الاكونتس اللي موجوده عندك او كامل الحسابات اللي كريتها. انتم شايفين انا عامل بزنس اكونت عادي، عندك بزنس اكونت تكله اونلاين، وعندك انتربرايز اكونت. انتربرايز اكونت هو اكبر اكونت او اخر واحد يعني اللي هو بزنس بريميوم. طيب في شغله مهمه جدا ونتمنى انه تكله، يعني لانه عندك بالنسبة لتريمبل كونك إذا اشتريت البلاتفورم من عند تيكلا مش نفس الشيء لما تشتريه من عند تريمبل كونكت. طيب في خلينا نقول شو نقول له سيلر معتمد، يعني سيلر للتريمبل كونكت برودكتس في الميدل ايست من تيكلا مباشرة، هذا ما يعطيكش البوسيبيليتي انك تعمل حاجة اللي اسمها ميتا داتا. طيب هذه احنا اول الامر اشترينا التكلة من عند تكلة السي دي اللي هي تريمبل كونكت سي دي، بس المشكلة انهم ما عندهمش الاوبشن اوبشن الميتا داتا او النيمينج كونفنشن. راح تقولوا لي شو السبب، صراحة ولا ما بعرف، يعني مفروض تكون نفس البلاتفورم يعني نفس الشيء. يعني صرنا بعد كثير من الايميلات اللي ارسلناهم للتريمبل كونكت كومباني اعطونا انتربرايز اكاونت دايركتلي من عند تريمبل كونكت. طيب في مرحله برمجه المشروع او برمجه البلاتفورم او في مرحله تهيئه البلاتفورم المشروع الجديد، قلنا تروح لشيء اسمه اكاونت ادمنستريشن، دخلت اسم المشروع، حطيت التيم، حطيت الفولدر ستراكشر، امورك في السليم، تدخل لشيء اسمه لا قبل ما اروح الاكاونت ادمنستريشن تشوف ماي تيكلا اونلاين subscriptions. شوف عفوا تطلع لك new page، عندك اكيد my profile، شوف my organization، عندك organization اللي هي farm holding. تمام، لما تروح access admin tool، طيب اوكي يعطيك اللايسنس اللي متوفر عندك. تمام، سواء لانه هو ايش يعطيك لما تشري انت، مش يعطيك هو، اكيد انت راح تشري وتحدد له شو طالب بالضبط. مثلا تقول له انا محتاج فقط لايسنس ل 10 يوزرز. تمام، انا محتاج لايسنس 10 يوزرز. طيب يقول لك تفضل، بعد ما تدفع يفعل لك ال 10 لايسنس، وتصير انت تبعث انفيتيشنز. انفيتيشنز هذه لما توصل مثلا للتيم ممبر او اكسترنال، سواء انترنال او اكسترنال تيم ممبر، راح تكون عنده فول فيرجن، يعني راح يصير عنده all the features inside the platform. طيب من بين الناس هم قسم لك اياها كاتيجوريز، يعني قسم لك اياها employees، يعني ناس معك انا كادمن للبلاتفورم بالكامل، نقدر ندخل الامبلويز، يعني ممكن ندخل تكنيكال، خلينا نقول نسميها بروكيورمنت ديبارتمنت مانجر، نقدر ندخل اذا كان عندنا مثلا فابريكيشن ديبارتمنت ندخل المانجر اتسترا. وعندك الاكسترنال لايسنس. الاكسترنال لايسنس مثلا احنا حاليا مدخلين استشاري معانا، اعطيناه سي دي بحكم هذا، وراح نراويكم ان شاء الله المشروع اللي شغالين عليه ك 100% بيم بروجكت through the CDE through the workflow etc. هذا الاستشاري اسمه ATI Arab Turk International.
تمام. وعندنا مثلا اذا كان عندنا external license for external users, we have another engineer, it's MEP modeler, it's called Ali Tilly from Parsons. تمام. وعندك اللايسنس ديتيلز, على سبيل المثال عندك عدد السيتس, it's active, عندك خمسه, we have floating enterprise, we have floating business premium enterprise, both active يعني. ويعطيك الاوبشن انك تجرب حاجه اسمها الموديل شيرنج ترايل فور تيكلا. انا بصراحه حاليا ما احتاجهاش يعني, ممكن الناس اللي تستخدم تيكلا تقدر تجرب هذه الموديل شيرنج ترايل خصوصا في السايت يعني. Show expired orders, we don't have any expired orders. وتشوف عندك possibility انك تشوف requests and invitations اللي هما سواء pending, معلش حتى واحد pending. اذا كان واحد pending حيشوفه يعني في الـ employee, حتشوفه من الاسفل هنا انه يقول لك email, inviter, created, valid, status, تكتب لك pending, بمجرد ما يقبل يروح اوتوماتيكلي يتسجل عندك في التيم ويصير اكتيف. تمام. My notification settings, user invitation has been accepted, حيوصلك ايميل بمجرد ما تبعت الاكسترنال or employee invitation, بمجرد ما توصله الانفيتيشن ويقبل حتوصلك notification through email يقول لك خلاص الستيك هولدر خلاص he accepted the invitation وهو معك already, هو معك already في التيم أو في المشروع involved already. عندك الـ license it's available, توصلك notification إذا حبيت تعمل extend or extension لل license. زادت مسؤولياتك, زادت مشاريعك, تقدر تعمل extension. license quota has been exceeded, يعني استعملت كل شيء, تبعت لك يقول لك خلاص استعملت كامل license اللي عندك. إذا واحد مثلا user has requested to join your organization, يقدر يوصلك إيميل تحب تعطيه key or license ولا تحب تقول له لا ولا زي ما تحب يعني. هذه بالنسبة عفوا التيكلا online administration tool و details license, يعطيك حتى التيكلا ID, يعطيك حتى التليفون number اللي هو الخاص بالشركة يعني, تقدر تدخل address الشركة. تمام. بس يعني طيب قلنا بالنسبة التيكلا أونلاين سبسكريبشن, ماي تريمبل سبسكريبشن, تشيك فور أبديت لايسنس, خلينا نعمل كليك ونشوف. أنا وعدكم يا جماعة نشوفها بالتفصيل, نفس الشيء حيوديك لهذه اللي هي شو اسمها الأدمينستريشن. طيب قلنا في مرحلة برمجة المشروع أو تحضير بلاتفورم أو أرضية المشروع, من بين الأشياء اللي تعملها أنه بعد ما تدخل المشروع وتشيك اللايسنس اللي عندك وتشوف هل عندك external stakeholders وتحضر أمورك تمام التمام, تدخل في شيء اسمه شو naming convention, وهي مهمة جدا لأنك خلاص هتدخل حاليا في الايزو. طيب احنا وش عملنا بالنسبة للأكاونت administration؟ عندك تشوف المشاريع اللي موجودة عندك, دقيقة بس. طيب هذه المشاريع اللي عندي Asia, إذا حطيت يوروب ما يطلع لك ولا شيء. هذه المشاريع الموجودة حاليا which is active. تمام. راح تشوف اليوزرز, internal users واحد بس, يعطيك حتى SketchUp free. تمام. وش عندنا الثاني؟ وعندنا البروجكت شفنا, وعندنا البروبرتي سيتس. طيب في البروبرتي سيتس نهنا خلينا نقول يبدا الشغل تاع الصح. طيب في البروبرتي سيتس عفوا, عندك حاجه اسمها الفايل اتريبيوتس, وعندك البروبرتي سيت لايبريز. انت وش راح تبرمج, تدخل اول شيء على حاجه اسمها الفايل اتريبيوتس, تعمل كليك. أيوة وش عامل؟ أنا عامل Metadata Template Library by ISO 19650 Information Container ID. نعمل كليك. بمجرد ما نعمل كليك أحتصير عندك Possibility أنك تبرمج أو تعمل File Property Set based on the ISO 19650. طيب الناس الفاميليير أو الناس اللي متعودين على الـ Naming Convention based on the ISO 19650 أكيد حيعرفوا وش معناها كود. إذا عملت كود
راح تشوفوا انه S0 S1 S2 S3 حتى ال CR، تمام؟ وراح نشوف النيمينج كونفنشن، راح اتكلم عليها على السريع يعني اكيد، وراح نشوف الديسكربشن، يعني ديسكربشن فور ايتش كود، اللي هي شو؟ اللي هي سويتابيليتي، تمام؟ سويتابل فور authorization, suitable for coordination, for information, etc. يعني ال naming convention هذه راح تربطها مع الفايل. عندك ال revision اوكي، وتكتب default عفوا text، سواء text عفوا سواء P01 or -01 or P01 if it's shared or P0101 if it's work in progress، وتشوف ال edited by حتى ال rejection date. هذه النيمينج كونفنشن لازم تشتغلوا عليها. يعني بصراحه مانيش حاب نعمل نيمينج كونفنشن ثاني، انا ما تقدرش، لانه عندك نيمينج كونفنشن واحد، كل ما تغير لازم تعمل لها بابليش، كل ما تغير لازم تعمل لها بابليش. بمجرد ما تعمل لها بابليش ات ويل بي ابديتد اوتوماتيكلي، وحتنزل بريفيجن، تنزل بريفيجن جديد، اللي هو انا نذكر قبل ما ندخل كان 17، قبل ما ندخل كان 17، خلينا نخرج ونعود نرجع property set، كان 17 صار الحين 18 زي ما شايفين، صار الحين 18 اللي هو version number 18. ال property set library هذه نخليها لما نروح نتكلم عن ال 3D viewer by default، وكيف نستعملها في السايت، وكيف نستعملها في ال من اسمها باين في ال property set، لما نعمل selection element or family or the model itself. حتبرمج انت property set اضافة للproperty sets اللي موجودة اصلا في البيم model، راح تعمل property set خاص بيك، وراح نشوف كيف تعملها يعني، تمام؟ وكيف تضيفها وتاد property etc etc etc، وتسمي property واد value، واحنا نربيكم كيف تعملوها مع بعض، يعني نعمل live workshop. طيب بس مش الحين يعني، لأنه هذه تقدر تبرمجها من بعد، يعني راح خليها من بعد، لأنه هذه during the modeling phase تقدر تعملها، يعني مش مهم نعملها حاليا، تمام؟ طيب هذه باختصار شديد Trimble Connect Web Browser. طيب خلينا نروح نشوف Trimble Connect Desktop. Trimble Connect Desktop زي ما شايفينه، بمجرد ما تعمل له Setup راح يفتح لك تقريبا نفس اليوزر انترفيس اللي هو الويب براوزر. سامحوني دقيقة يا جماعة، هل نسيت شيء؟ ممكن مانيش حاب ننسى، حاب نمر عليه بالتفصيل يعني. وش نسيت؟ طيب وش عندي؟ اوكي طيب تقريبا شفنا كل شيء، خلينا نشوف هذا، احنا نرجع له بعد شوي يعني، او سيشن 2 مشان نشوف مشروع حقيقي، يعني كيف يكون توزيعة المشروع الحقيقي او existing project in the platform. طيب تقريبا شفنا كل شيء، خلينا نروح ل Trimble Connect Desktop Application. زي ما شايفين على فكرة يا جماعة، هذا من المشاريع it's existing it's running projects، موجودين فعلا هذا من المشاريع، ندخلوهم شوي 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 باش ان نتعود على موضوع CD. زي ما شايفين automatically تكريت البيم أرابيا project، إذا ما شفتوش عندك يعني، إذا شفته ما طلعش عندك في الديسكتوب application، دي الحاجة أنا اسمها synchronize project library. بمجرد ما تعمل synchronize رح يعمل sync وينزل عندك المشروع automatically. طيب في شغلة، وخصوصا هذه الملاحظه للناس اللي عندهم، اللي دقيقين الملاحظه فيكم يا باش مهندسين، شو الفرق ما بين هذا الكارد والفرق ما بين هذا الكارد؟ طيب احجاوبكم على السؤال، هذا نفس الشيء، بس نحن يقول لك this project exists both locally and in the cloud. ايش معناها هذه؟ لا خلينا نشوف الثانيه، بس نحن يقول لك exists only in the cloud، exists only in the cloud. يعني هذا it's not synchronized yet، يعني مش موجود عندي في السيرفر او في اللابتوب او عند team members في اللابتوب الخاص بهم. يعني بمجرد ما تعمل synchronize راح ينزل في Trimble Connect وراح ينزل عندك في اللابتوب، تمام؟ هذا مازال في الكلاود بدليل انه عمل لك رمز في الكلاود، وراح نشوف كيف نعمل له synchronize وينزل عندي
في اللابتوب، وراح نشوف كيف لايف ينزل عندي في اللابتوب، وشوفوا امر رائع بصراحه. الشيء الثاني انه خلينا نفتح المشروع هذا. اوكي، خلينا نفتح المشروع ونشوف. الشيء الثاني انه الديسكتوب ابلكيشن تريمبل كونكت ديسكتوب ابلكيشن اتس نوت يوزفول ويزاوت 3D موديل، يعني تقريبا، يعني تقريبا اذا سمحتوا لي على الكلمه تقريبا، اتس نوت يوزفول ويزاوت 3D موديل، لانه حاليا ما عندي ولا موديل يعني، بس تقريبا الفولدر ستراكشر نفس الشيء زي ما شايفين، اتس نوت يوزفول. يعني خليني افتح لكم مشروع بالتريمبل كونكت ديسكتوب، تمام؟ خلينا نعطي بس لمحه سريعه انه عارفين انه كرييتد اون بروجكت كرييتد باي لاست موديفيكيشن ديت، يو كان فيو اونلاين، ياخذك مباشره على الويب براوزر زي ما شايفين، تمام؟ يو كان انفايت يوزرز تو ذا بروجكت، من هنا تقدر تعمل كرييشن للتيم، تقدر تشوف الاكتيفيتيز اللي عندك مباشره، ياخذك على تريمبل كونكت ويب براوزر، وتشوف التو دو ليست. هذا التو دو ليست تقدر تعمل لها عفوا شو اسمها فلتريشن، شوف ان بروجرس، اوكي، تقدر تعمل لها كلاسيفيكيشن عفوا باي بريوريتي، كلاسيفيكيشن باي تايب، ريكويست، تقدر تعمل كلاسيفيكيشن باي كريشن ديت، ثيرزداي، كليك اوب تطلع لك، تعمل سيرش اساين تو مي، اساين كرييتد باي مي، اول كلها assigned by me created by me زي ما شايفين. يعني إذا كان عندك a lot of to do's list تقدر تشوف assigned to me or created by me or all. الفلتريشن أو الفلتر راح يبان معاكم صح. يعني جينا هنا، أوكي، عندك خلينا نشوف الـ this is the sign out، أوكي، الـ registered email، وجينا هنا الـ option عندك الـ general، راح تشوف general خلينا نقول settings about the project، the point clouds، the point clouds اللي هو الفايل location by default، وراح نشوفه كيف Trimble Connect يعمل decode للpoint cloud اللي هو ال E57. هو ما يعملش decode للrecap أو الRCP، هو يعمل يقرأ by default ال E57 point cloud. General user interface control size، يعني tablet or normal زي ما شايفين تغير، يعني هذه مجرد بس يعني settings خاصة بالproject or user interface. عندك unit system metric imperial US imperial fractional decimal metric، عندك نفس الشيء units measurement graphics سواء edge line سواء dev billing، الكاميرا انيميشن تايم تقدر تزيد فيه تنقص فيه بخصوص الانيميشن، لانه على فكره تقدر تعمل انيميشن بال تريمبل كونكت ديسكتوب، راح تشوفوا البروكسي هذه تبع السيرفر خليها دائما انشيكت يعني كلوز. طيب شفنا على السريع اليوزر انترفيس اللي خاص بتريمبل كونكت ديسكتوب ابلكيشن، خلينا نفتح مشروع على السريع فقط. طيب هذا المشروع اسمه ذا فاميلي تاور، واحد من مشاريع الفام هولدينج LLC. طيب المشروع هو عبارة عن بناية G plus 5 plus 25، زي ما شايفين total الفلورز اللي عندي or levels هما 30 levels 30 طابق excluding أكيد الميكانيكال فلور، تمام؟ هذه الفولدر ستراكشر اللي حاليا احنا شايفينها يعني الانسب للمشروع، قادر نغير فيها يعني اكيد. هنا زي ما شايفين اد فولدر تو سيلكتد فولدر، يعني تقدر تغير اماكن الفولدر، يو كان اد فايل تو سيلكتد فولدر، تعمل كليك وتختار الفايل، تقدر تعمل ابلود اول فايلز تو سيرفر، تقدر تعمل داونلود اول فايلز فروم سيرفر، تقدر تعمل فيو اونلي ذا سيلكتد كونتنت. طيب في السي دي او تقسيمه السي دي احنا مقسمينها زي ما شايفين working progress shared published and archived. خلينا نشوف الworking progress وش عندنا كفايلز. عندنا الاركيتكتشرال موديل، عندنا الام اي بي، وعندنا structural، وعندنا الكات فايلز which is details drawings، الجوست موديل، linked cad موديل. طيب خلينا نفتح الاركيتكتشرال موديل وش عندنا.
الاركيتكتشر الموضه عندنا دي دبليو جي، طيب مش مشكله، وعندنا الاي اف سي وعندنا الريفت وعندنا الاي اف سيز. طيب انتم شايفين عندنا 3 اكستنشنز او 3 فايل تايبس، عندنا الاوتوكاد، الاي اف سي، وما اجمل الاي اف سي بصراحه يعني، وعندنا الريفت وعندنا الاي اف سي الثاني اللي هو الاي اف سي عندنا 1 2 3. طيب اذا جربت افتح الكاد فايل هذا وش نعمل؟ نعمل دبل كليك يحمل. طيب افتح لي اياها من فضلك. اوب راح يفتح لي الكاد فايل، يعني عندك البوسيبيليتي قولوا معي بتريمبل كونكت ديسكتوب، بوسيبيليتي انك تشوف الكاد فايل 2D drawings. جميل صح؟ ممتاز. عندك البوسيبيليتي تشوف ريفيت، عندك البوسيبيليتي تشوف ريفيت؟ ما بعرف، خلينا نشوف. دبل كليك او يحمل في الريفيت، ها شايفين لودينج موديل. طيب نستنى. طيب وين الموديل؟ مش موجود الموديل، عجيب. وين الموديل؟ ما زال يحمل، مش موجود الموديل. تتذكروا لو حكيت، لما حكيت لكم في السيشن 1 انه في عندنا بلوجين تابع للريفيت تريمبل كونكت، اللي الشرط الوحيد مشان تشوف الريفيت موديل في تريمبل كونكت او في السي دي بلاتفورم لازم تعمل له بابليش. ما دامك مازال ما عملتلوش بابليش يعني اتس نوت اوثورايزد باش يتشاف من عند الناس اللي تستعمل السي دي. تمام، راح نعمل عليها اكسرسايز اكيد. الاي اف سي اكيد الاي اف سي راح يتشاف لانه اتس شيرد باي ديفولت زي ما شايفين. هذا الاي اف سي موديل اللي وردناه اكيد من 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 ريفيت او من نيتيف موديل اللي هو الريفيت. تمام، هذا اليوزر انترفيس او 3 دي براوزر اوف اوف ذا تي سي ديسكتوب ابلكيشن. خليني نشوف شغله معينه اللي هي، طيب نتكلم على السريع عن اليوزر انترفيس. مهندس سليم مازال عندي الوقت او طولت؟ مازال عندي الوقت صح؟ الله يسلمك يا رب. طيب امين وياك. طيب نعمل بس على السريع يعني اكسبلينيشن بسيط على اليوزر انترفيس بتاع 3 دي فيور اللي خاص بالتي سي ديسكتوب ابلكيشن، وفي اختلاف كبير بينه وبين 3 دي فيور الخاص بالويب براوزر. طيب بس انا نفضل نبدا بالويب براوزر قبل التي سي ديسكتوب. طيب اعملوا هولد على هذه وخليني احنا نرجع لكم لها من بعد. طيب الابلكيشن الثالث احنا شفنا شو؟ شفنا الويب براوزر اللي هو هذا، وشفنا ديسكتوب ابلكيشن اللي هو هذا. تمام، يعني عرفنا الحين كيف نعمل نافيجيشن على التو بلاتفورمز او على التو تريمبل كونكت بلاتفورم. تمام، او ابلكيشن، وعندنا اللي هو هذا اللي هو تريمبل كونكت سينك. تمام، تريمبل كونكت سينك من دون هذا ما نقول لكم مش ضروري تستعملوا، يعني ما في ولا فايده انكم تستعملوا تريمبل كونكت، لانه اي حركه تتم في المشروع، اي حركه تتم في المشروع without doing synchronization ما استفدنا ولا شيء. حركه المعلومات اللي راح تتم ما بين all the team members، المحرك او القلب النابض هي التريمبل كونكت سينك. فرضا حاليا المزرعه تاور شغالين او الام اي بي مودلر سبيشاليست which is from Parsons ساكن في عمان. تمام، ساكن في عمان، من المفروض يكون خلص، ممكن يكون حاضر معنا في المحاضره. المفروض يكون خلص الاتش باك مودل، انا في بالي انه خلصها وقال لي نخلص لك الاتش باك موديل اليوم. خلينا نشوف، حاعمل سينك شوف هل خلص ولا لا. اعطوا شويه وقت بس لانه كم هائل من المعلومات يعني لي. ايوه ممتاز، المهندس المحترم
الـ MEP Modeler قبل ما يطلع أو بعد ما خلص الشغل عمل Synchronization. بمجرد ما عمل Synchronization، أنا حاليا عملت Synchronization، نشوفه باللي المزرعة تاور Naming Convention Farm Holding Z1 XX M3 based on the naming convention H3D model HVAC 0001 rivet. وش نعمل أنا؟ نعمل sync now. بمجرد ما نعمل sync now راح ينزل المشروع عندي وراح يتحدث اوتوماتيكلي عندي في اللابتوب، ويتحدث أكيد في Trimble Connect. طيب زيد نعمل sync، يعني الأكتيفيتي الوحيدة اللي صارت هي الـ MEP Modeler أو Specialist خلص موضوع الـ HVAC. تمام؟ عندنا احتمالين للموضوع. إذا فرضا رحت للمشروع الفاميلي تاور وعملت سينك، خلينا نشوف شو الأكشنز اللي تمت. الفاميلي تاور واحد من الإنجينيرز حمل سايت ريبورت اللي هو ويكلي ريبورت نمبر 2. تمام؟ خلينا نعمل سينك. طيب صار عندي ريبورت في اللابتوب، اوكي، او في السيرفر خلينا نقول، وصار عندي في الترمبل كونكت ويب براوزر. طيب خلينا نشوف سنو تاور هل في سينكرونايزيشن او لا، في شيء او من في اكتيفيتي which لا. طيب احنا نرويكم شغله بسيطه، بس بمجرد ما نعمل سينكرونايزيشن حيوصلني ايميل. وينه؟ حيوصلني ايميل يقول لي انه تم synchronization. اوكي، the family tower synchronize the project the file. مين اللي حمل المشروع او مين اللي عمل الريبورت؟ هو واحد اخ اسمه محمد، مهندس المحترم محمد جمال، يعني حمل الريبورت. يعني انا جالس في المكتب او البرة او كذا توصلني notification انه تم تحميل الريبورت في Trimble كونكت، توصلني نوتيفيكيشن، ونقدر نشوف ثرو ذا موبايل، يعني على فكره يعني، بس مش ينزل عندي في اللابتوب او في السيرفر، لازم نعمل شو اسمه، نعمل سينك. طيب السينكرونايزيشن امرها بسيط جدا، يعني اول حاجه عندك اتس سمول، يعني يوزر انترفيس، عندك البروجكتس موجودين، عندك اكتيفيتيز. زي ما قلت لكم يا جماعه الاكتيفيتي مهمه جدا في تريسيبيليتي، راح تشوف السينكرونايزيشن اللي تمت بالكامل. تقدر تعمل sort by size sort by date. تمام؟ على حسب، يعني show filter. اوكي، تقدر تعمل all status which is اللي صار فيهم errors، هذه صار فيهم errors. تمام؟ تقدر تشوف لي cancelled. تمام؟ تقدر تشوف حتى لي complete. الcomplete كثير اكيد، تقدر تشوف حتى ديليت. ديليت وش معناها يا جماعه؟ ديليت الاكتيفيتي هي اللي ديليت، يعني مش يعني في سينكرونايزيشن دورينج ذا سينكو صار ديليت، لا، انت تعمل ديليت للمشروع تشوف شو الاكتيفيتي اللي تمت. انا عملت ديليت للمشروع، عملت سينكرونايزيشن، عمل هو سينكرونايزيشن للديليت، يعني شالوا من عندك من تريمبل كونكت وشالوا من عندك من اللابتوب. فهمت علي ولا لا؟ خلينا نشوف all stages all project. تقدر تختار المشاريع اللي حاب تشوف شو سويت كسينكرونايزيشن في المشاريع. فرضا اذا اخترت انا the snow هذه، بس يعني سينكرونايزيشن مش كثير اللي فيه. all completed يعني hide all their folders or activities، يعني كلهم older. تمام؟ طيب schedule full project sync. عندك filtration، يعني تقدر تتحكم فيها يعني زي ما تحب. اوكي، يعني مفترض ان انت جا في راسك نهار وحصل مشكل معين، مهما كان هذا المشكل، والله يحب تعمل traceability للsync activities اللي تمت في المشروع، في مشروع معين تجي sync activities وتشوف شوف 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 عشان تعمل انت ريبورت يعني. لانه غالبا احنا عارفين في البيم انفايرمنت صايره مشاكل كثير، خصوصا في الكوميونيكيشن. واحد يقول لك لاني قلت لك وانت لاني عملت وانا ما عملت وانت عملت وكذا واني ارسلت لك ايميل، انت حتضبط كامل هذه المشاكل
أكيد بخطة مضبطة ومحكمة من عندك through the CD platform. تمام؟ طيب قلنا هذه المشاريع اللي عندنا، أكيد نفس الشيء للسيرفر أو اللوكيشن، المشاريع حيكون عندك، حيكون عندك في كل البلاتفورمز، في كل الابليكيشنز. يو كان سيرش فور ا بروجكت، اذا كان عندك مئات المشاريع تقدر تكتب اسمي، انا ما تقدرش تدور تنزل سكرول داون سكرول داون، لا تكتب اسمه يطلع لك مباشره. وش عندنا؟ قلنا سينك اكتيفيتي شفنا، عندنا هذه وعندنا بريفرنس. خلينا نشوف البريفرنس وش عندنا. الالرت، تحب تجيك alerts وتجيك نوتيفيكيشن اذا كان سين كونفليكتس ايرور كومبليشن، يوصلك نوتيفيكيشن. عندك البروكسي اللي هي السيرفر، خليها زي ما هي. عندنا السينك نمبر اوف بارالل ابلودز داونلود، يعني تحب تحمل مثلا او تعمل سينك بارالل سينكس يعني في نفس الوقت، عندك البوسيبيليتي، عندك 1 2 3 عفوا 4 وداونلودز عندك 2 4 8. الفلتر تقدر تعمل اد نيو فلتر بالنسبه للاكتيفيتي اور بالنسبه يعني الفلتريشن اللي شفناها من شوي هذه. اي شغله مهمه الثانيه. طيب انا كريتت مشروع جديد، انا بصراحه مش عارف وين البيم ارابيا بروجكت. طيب خلينا نقول ريفرش. ايوه هاوليك هاو ريفرش. طيب مرات لازم تعمل ريفرش يا جماعه، مرات ما يطلع لكش اوتوماتيكلي. طيب حاليا انا المشروع مازال في الكلاود، هنعمل بس اكسرسايز لايف اكسرسايز على المشروع ونشوف كيف نعمل سينكرونايزيشن، واذا ضفت فايل كيف ينزل عندك في الكلاود وفوق في السيرفر. طيب حاليا في عندنا شيء اسمه ادفانسد. بمجرد ما تعمل كليك اوكي هذا الادفانسد يطلع لك فول بروجكت سينك. اذا عملت سينك راح ينزل عندك هذا المشروع في اللابتوب او في الجهاز اللي حاليا فاتح فيه Trimble Connect Sync. طيب انت كبروفيشنال يعني مش من المعقول تعمل سينك مباشره، لازم تعرف وين رايح هذا الفولدر وش هو الفولدر باث، يعني بعد تبقى تدور عليه ممكن تسيب عندك في السي، حصل لا قدر الله مشكل سي حصل فيه دروب، تروح لك الداتا بالكامل من السيرفر بس تبقى في الكلاود اكيد، وهذا الشيء الجميل انك الداتا عمرها ان شاء الله ما تروح، تبقى عندك في الكلاود، تروح من عندك في من اللابتوب او من الكمبيوتر الخاص بيك او whatever بس تبقى عندك في الكلاود. بس فرضا صار عندك دروب في السي، حاول انك كبروفيشنال كانسان يعني عارف وش تعمل، you have to edit the synchronized or the full project synchronized path by going للايديت هذه، تعمل كليك تطلع لك حاجه اسمها the schedule name على سبيل المثال، تقدر تسميه اسمه او اسمه full project sync عفوا. عندك four options of synchronized direction. It's very directional اللي بينك وبين all the team members، يعني هو يعمل sync وانت sync. عندك في الابلود only تعمل sync، في الداونلود only، وعندك في اللوكال ترانسفير، يعني بمجرد ما تعمل sync حينزل فقط، اذا كان عندك لوكال ترانسفير ينزل فقط في السيرفر. طيب يقول لك هنا في البي دايركشنال، بي دايركشنال سينك ترانسفيرز نيو اند تشينج داتا فروم بوث ذا سيرفر اند يور لوكال كمبيوتر، يعني عندك ابلود اونلي وان عفوا سينك نيو اور تشينج داتا فروم يور لوكال تو ذا سيرفر، لما تحمل من عندك من الكمبيوتر للسيرفر اور الكلاود بيس قصده الكلاود، حيصير سينكرونايزيشن تم فقط في الاوبشن او في الاوبريشن هذا. داونلود اونلي وان سينك نيو اور تشينج داتا فروم سيرفر تو يور لوكال كمبيوتر، يعني وعندك لوكال ترانسفير اللي هي which is for local transfer يقول لك use this option if you want to have the project on the server match your local computer، يعني غالبا الناس ما تستعملش اللوكال ترانسفير لانها حصير في لخبطه ما بين السيرفر واللوكال كمبيوتر، غالبا الناس تمشي هي بي دايركشن اللي ماشيين بيه احنا حاليا. انا انصحكم بهذه فقط على حسب بعد استراتيجيتكم، يعني اذا شايف انك بعد ابلود هي اللي تمشي معك امشي ابلود، اذا شايف داونلود او اللي تمشي معك، اذا عندك يعني اي تي مثلا واحد شاطر اي تي تقدر تعمل لوكال ترانسفير على حسب يعني.
وين خلي دائما خليها دائما مانوال، اعمل سينكرونايزيشن مانوالي احسن يعني. والا تقدر تبرمجها اورلي ديلي اور ويكلي، اذا اورلي every 15 minutes every 30 minutes كل 12 ساعه تعمل سينكرونايز، اذا ديلي تعطيه الوقت متى تعمل لك سينكرونايز الوقت المعين، مثلا كل يوم على 10 تعمل سينكرونايز، برمج مثلا توقيت لما تكون طالع من المكتب او لو تكون اول ساعه دوام، ويكلي ساندي اون ساندي ات كل اسبوع في يوم معين كذا تعمل سينكرونايزيشن، بس انا افضل نعملها مانيوال، بس انتم عندكم الاوبشن هذا انك تسويها يعني زي ما تحب يعني انت حر. جينا النقطه المهمه جدا اللي هو بروجكت لوكيشن. انا حاليا عامل لي اياه باي ديفولت في السي في مشروع اسمه بيلال دريدي كذا تريمبل كونكت سينك انجينيرينج، وهذا صراحه يعني من الاشياء اللي لازم تنتبهوا لها يعني عشان تختاروا الفولدر الفولدر باث لوكيشن، تعمل براوز وتختار له، خلينا نختار له مكان في السي عفوا في الدي، اوكي في الدي نعمل كرييت نيو سميه بيم عربيا بروجكت، اوكي أو بيم عربيا بروجكت، صار عندنا الفولدر باث بيم عربيا بروجكت. خليكم اعملوا هولد هنا وشوفوا معايا في الدي هل عندي، شوفوا 1 باي 1 المهره ريسورت بيم عربيا بروجكت، عندي فقط بيم عربيا بروجكت صح، اتس ذيس فولدر اتس امتي صح، شايفين اوكي تمام. خلينا نروح للسينكرونايز، طبيعة الحال عندك الفولدرز، شوف الفولدرز اللي موجودة في الكلاود زي ما شايفين the cloud، بس ما عنديش في الـ في الـ في الـ في الـ في اللوكال بي سي أو لابتوب أو كمبيوتر، وعندك تعمل الفلتريشن نفس الشيء والاليرتس زي ما شفناها من شوي. أوكي بمجرد ما نعمل سينك حيعطيني البوسيبيليتي هل تعمل سينك الكامل للمشروع أو عندك فايلات معاونة، أنا أقول له كامل المشروع ونعمل سينك. اوكي بمجرد ما عملت سينكرونايزيشن نجينا هنا البيم ارابيا ونشوف اوه نزلوا كامل الفايلات عندي. نفس الشيء يصير اذا عملنا اذا كنا نشتغل في ان كولابوريشن انفايرمنت، بمجرد ما تعمل خليني نقول موديفيكيشن في فايل او خلصت شغلك انت تعمل سينك، حيتحدث عندك انت كشخص يتحدث عندك او كتيم ممبر في اللابتوب، والاذر تيم ممبر لما يعمل سينكرونايز راح يتحدث عنده بطبيعه الحال. طيب احنا عندكم اكسرسايز بسيط جدا، خلينا نعمل كرييت نيو وورد فايل نسميه تيست داخل اللابتوب ها نسميه بيم عربيا ماجازين اوكي اوكي بيم عربيا وبنارس اوكي ونسيب الفايل سكر الفايل. طيب انا كريت فايل جديد صح، طيب الفايل هذا تيست خليني نشوف هل موجود في الكلاود او لا، وين مش موجود شايفين مش موجود، حتى ولو اعمل ريفرش شوفوا هل هيجي ولا لا. حتى ولو عملت ريفرش ما جانيش، ليش؟ لاني ما عملتش سينك. طيب هنروح للسينك نعمل سينك، هتشوف اخر فايل انضاف عندك في الفايلات، خلاص يعني الفايلات القديمه اتس دان، عملت لها سينكرونايزيشن خلاص، ما بقاش تخرج عندك كل مره تخرج لانه ممكن توصل الاف الفايلات، يعني مش كل مره يطلعوا لك الفايلات، تعمل سينك خلاص يو كلوز ذا ايشيو، اي فايل جديد ينزل عندك تعمل له سينكرونايز يطلع لك في الليست هذه، نعمل سينكرونايز ونشوف هل يطلع لي هنا او لا. ما طلعش عندي صح، خلينا نعمل ريفرش 1 2 3 4 اوب يلا طلع عندي دوكيمنت تيست
تمام. طيب فرضا فرضا فتحت الفايل، اوكي حاليا خلينا في السينك. اوكي حاليا لما اعمل سينك في بيم ارابيا بروجكت، nothing no changes to sync. اوكي cancel. طيب خليني اروح نفتح الفايل اللي هو شو اسمه هذا تيست. وش نعمل؟ ونخليه مثلا لونه احمر، كبر شوي، حط له خط، شطب كذا، اي شيء. ها سيف، سكر، نروح نعمل سينك. حطلع لي شغله انه في شيء تغير ولا لا؟ والله خلينا نشوف. طيب ممتاز، نفس الشيء. كل ما تغير في الريفت فايل، كل ما تقدمت في المشروع، كل ما تقدمت في الارشيكاد، اي شيء، اي بيم موديل، بعد ما تغير فيه وتسكر تسكر الفايل، تسكر الفايل، اهم شيء انك تسكر الفايل، راح يجيك الموديفيكيشن، راح تطلع لك باي ديفولت هنا. بمجرد ما تعمل سينك، التغييرات اللي تعملها هنا راح تنزل عند كامل التيم، all the team or all the project team members. طيب هنعمل تيست بسيط، وشغله هذه لازم تنتبهوا لها. يعني فرضا خلينا نعمل كذا، دان 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 كذا، اوكي سيف، مزال فتح الفايل، ونعمل سينك في نفس الوقت. حيطلع لك حاجه اسمها ايرور، يقول لك ما نقدرش نعمل سينكرونايز الحاجه مفتوحه. وش تعمل انت؟ يو كان سكيب اوبن فايلز، او لازم تسكر هذا شو اسمه وتحاول تعمل سينكرونايز من اول جديد. بمجرد ما تسكر الفايل يقدر يعمل لك سينكرونايز، اكيد تعمل سينك، تنزل التحديثات اوتوماتيكلي عند كامل البروجكت تيم ممبرز وكامل الستيك هولدرز. طيب هذا بالنسبه للبيم اور تريمبل كونكت سينك. طيب السيشن هذا يعني انا شايفه انه كان سيشن تقديمي فقط. اتمنى انه صارت عندكم فكره عن موضوع تريمبل كونكت بثري بلاتفورمز. في عنا البلاتفورم الرابع، اوكي، وفي عنا البلاتفورم الخامس، خليني بس نتكلم عليهم على السريع لانه ان شاء الله السيشن الثري راح تكون على كيس ستادي. اوكي عندنا حاجه اسمها شيرنج، ستيتو شيرنج، هذه راح تكون في البيزنس بريميوم فقط. اوكي انا اظن انه في المثال التطبيقي راح اشوفها احسن واحسن. هي تبان لكم باللي وايت بورد او امتي بورد، بس هي فيها اشياء كثير للداخل، بس نخليها لكم مفاجاه ان شاء الله سيشن 3. طيب ما بين ما تفتح الريفت فايل، خلينا نفتح 3D براوزر اوف، خلينا نختم به بس السيشن 2، نحكي على 3D براوزر اوف تريمبل كونكت ويب براوزر. اوكي 3D فيور عفوا اوف تريمبل كونكت ويب براوزر، تمام. وين في الورك ان بروجريس اركيتكتشر الموديل. اوكي خلينا نشوف الاي اف سي، افتح الاي اف سي. طيب هذا الويب براوزر 3D فيور. اوكي ثواني بس يفتح، تمام. هذا ال 3D viewer. مرات يقول لك new version is of the app is available، اعمل refresh. بس ما تنسوش في حركه يا جماعه، انه دائما في update و available version في Trimble Connect. مره مع مره اعملوا كلير للكاش فايلز، لانه في بعض الاوبشنز ما تطلعكمش، يعني يبقى ماسك في الفيرجن القديم. حاولوا مرة على مرة تنظفوا الكاش يعني فايل، تمام. طيب هنشوف بس لفة سريعة على الموضوع التريمبل كونكت. أول شيء بالنسبة لل3D نافيجيشن، يعني فرضا هذا ضاع لك ال3D فايل وتشغلت تعمل ريسات موديل، حيرجع لك زي ما كان يعني أكيد. عندك حاجة ما تسمى بالموديل ترانسبرنسي عفوا. فرضا إذا أنت مثلا دخلت IFC في IFC وفتحتهم مع بعض، يمكن هذا الموديل ترانسبرنسي تعمله مشان تشيك كورات، تشوف شو الهيدن اوبجكتس. عندنا هنا حاجه اسمها شو هيدن اتاتشمنت، اذا عندك اتاتشمنت راح يبان عندك، وراح نشوف شو شغله الاتاتشمنت وين فعلا از فيري 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 يوسفول، راح نشوفها اكيد.
عندك شيء اسمه شو هايد انستراكشن، اوكي، عندك حاجه اسمها توجل جوست مود على سبيل المثال. هذه لما نعمل هيدن الاوبجكت، خلينا راح نشوفها هذه. عندنا شو اول اوبجكتس، اذا عملت مثلا هايد شو اول اوبجكتس، اوكي خلينا نحكي على هذا وبعد نحكي شو تقدر تسوي لما تعمل سيلكشن. طيب عندنا الاورتوغو اور البرسبكتيف، تشيل الاورتوغو ترجع لك برسبكتيف عادي، توب فيو، باك رايت، ايش عندنا ثاني، باتم، اوكي ضعت. لما تضيع في النافيجيشن ريسيت موديل، سهله جدا. تمام، خلينا نمشي او نطلع درجه شوي في حكايه التودو. هذه شو؟ هذه التودو. فرضا انت تعمل في الموديل تشيكينج، شايف باللي لونه تغير، عجيب ليش كامل الالوان نفس الشيء وهذا ما تغير. اوكي طيب ما عنديش حتى مشكله، نعمل تودو ونكتب 3D or structural model issue على سبيل المثال، مجرد مثال فقط يا جماعة، يعني أنا مانيش ال slab or concrete slab color different. اوكي في حتى الكوريكتر يعني due date clarification لازم يعمل ليها، مثلا خلينا نقول 17. priority critical assigned person هو بلال. type its issue tag its structural. اوكي this is to do. Okay, save. أنت created issue. تمام. Created issue when تقدر من بعد somehow تقدر من بعد تصدروا إلى PCF وتقدر تشوف الإيشيو في الريفيت موديل وراح نشوفها مع بعض إن شاء الله. هذا الإيشيو created بالنسبة لموضوع structural model. رح يوصلني أنا إيميل، سكر هذا وسكر هذا وافتح إيميل بلال دريدي وافتح إيميل بلال دريدي من هنا. هذا رح يوصلني أنا notification ك architectural or structural modeler. تفتح يقول لك title structural model issue concrete slab color different do تشوف to do. خلينا نروح نشوف ال to do، نسكر هذا 3D viewer وكأني أنا ال structural model. ها طيب structural model issue، طيب خلينا نفتح، راح يطلع لك السكرين شوت. اوكي تعمل كليب كليك عفوا بمجرد ما تعمل كليك على الموديل تعطيه شوية وقت. 1 2 3 بوم، ياخذك مباشرة على الايشيو. طيب وش طالب هذا البيم مانجر او البيم كوردينيتر؟ structural model issue. اوكي وتقدر ترجع له لانه انا نفس الاكونت بطبيعه الحال ما يعطينيش البوسيبيليتي انه في 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 الثري دي فيور اني نغير نعمل بروجرس وما بروجرس، بس انت تقدر بس في الويب براوزر يقدر يعطيك البوسيبيليتي. تبدا تشتغل على الموضوع، عندك تو اوبشنز، يا اما if it's the problem well located يعني وعارف وين المشكل، تقدر مباشره تروح الريفيت موديل وتعدله وتعاود تحمله من اول جديد اي اف سي بريفيجن جديد. الاوبشن 1. اوبشن 2 الاي اف سي هذا عفوا الايشيو هذا تقدر تعمل له وش تقدر تعمل له يا ربي، ايش تقدر تعمل له؟ اكسبورت عفوا تو بي سي اف. اذا عملته اكسبورت بي سي اف يقول لك export BCF يتأخذ it's in under process will notify you by email. توصلك BCF وتروح تفتحها عفوا بالريفت
تفتحها بالريفت موديل. بمجرد ما تفتحها بالريفت موديل ياخذك مباشره على الايشيو زي ما اخذنا هنا في الريفت في تريمبل كونكت فيور 3 دي فيور، وتقدر تحل الموضوع وتعاود نفس الشيء تحمل وش اسمها تحمل الاي اف سي موديل من اول وجديد. طيب هذا بالنسبه لل 3 دي فيور تمام. اوكي طيب بالنسبه للفولدر ستراكشر احنا نرويكم حركه على السريع. اوكي مش ما ننساش. طيب هذا مسكين اللي بعث له الايشيو هذا راح اوكي مش مسكين، بس اذا كان الموديل مور كومبليكيتد كمعماري وكذا اكيد مش راح يفهم ولا شيء لانه هذا ستراكشرال. بس اذا كان يعني ما اعطيته ولا نوتيفيكيشن، ما اعطيته ولا كلاود ولا نوتس ولا شيء، فرضا اذا كان هذا الاركيتكتشرال موديل ايوه عندنا ايشيو. طيب وش نعمل؟ نجيل حاجه اسمها مارك اب اور تكست مارك اب، ونجي نعمل له شو اسمها عفوا سوري سوري هذا مرتي تعبكم شوي، خلينا نعمل هايد فلوتينج. فرضا مارك اب معين اوكي في عندي هذا بتاع زوم يطلع كثير اوكي انا السكرول عندي مش شغال مش عارف ايش راضي يعمل لي زوم عجيب. خلينا هايد اوكي خلينا نسكر الموديل نفتح من اول جديد. طبعا استركسر الموديل بس يعني 5 دقائق بس وسكر السيشن. اللي حبيت نرويكم فقط انه التودو تقدر تعملوه مارك اب بنوتس تكست معين تشرح موضوع ايوه شغال الزوم اوكي فرضا هنا وتعمل له اوكي وجينا هنا تعمل خلينا من هذه وجي تعمل تكست عفوا مارك اب على سبيل المثال سلاب اون جريد ميسينج done. اوكي ممكن تعمل line markup arrow markup اوكي جي تعمل نفس الشيء text عفوا وفي الحالة هذه الايشيو واضح تقدر تعمل to do جديد تمام slab on grade Where is the slab on grade engineer? Please wake up. على سبيل المثال يعني. Due date 17. It's critical. Assigned to Bilal. And defined its issue. هذا big issue. Tag structural. يعني ننزل وش يعطيك يطلع لك باي ديفولت شفتوا ستراكتر اللي بمجرد تعمل اس تي ار يطلع لك تعمل سيف يطلع لك الايشو بالنوتس عفوا بالكلاود بكل شيء وتقدر تصلح الايشو اكيد انا حنحط نوتس شو المشكله اللي عندي وندخل ندخل خلينا نقول المعلومات الميسينج انفورميشن الميسينج بارتس بمجرد ما نسكر الايشو نعمل له مارك از كلوزد يعني ات ويل بي كلوزد اوتوماتيكلي يعني بمجرد ما يعمل انجينير فولفيلينج للريكويرمنتس اور للتو دو. طيب عندنا الاشياء الثانيه اللي هي ميجرمنت على سبيل المثال تقيس منا كم عادي
فرضا انت تقيس من هنا لهنا على سبيل المثال، شايف بلي هذا الاسبان عنده فيه مشكل، تقدر تعمله ايشيو، تعمله على سبيل المثال كذا. هذا بصراحة الكلاود مزعج جدا، تمام. وتقدر تعمل تاكس تقول له why it's 6633 على سبيل المثال، صح؟ يعتبر هذا ايشيو، تبعث له اياه عادي جدا. عندك السنجل بوينت يعطيك الكوردينتس اوف سنجل بوينت، مثلا هذه كم يعطيك الكوردينتس اوف سنجل بوينت. مش عارف انا في الكواليتي كنترول اور في السايت تشيكين، اور فرضا ممكن يتصل فيك المهندس يقول لك والله اعطيني ارتفاع نقطة معينة، تعمل كليك وتقول له كذا 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 كذا، اوكي. او انت في الموديل تشيكينج، مش عارف انا كيف حيطلع لك الايشو، بس تقدر تطلب كلاريفيكيشن من عند الموديلينج تيم. مالتي سيلكشن اور مود موجودة هذه، عفوا خلينا اوكي. مالتي سيلكشن اوكي، عفوا كذا، تعمل مالتي سيلكشن زي الكنترول وزي الشيفت اللي موجودة في الاوتوكاد وكامل السوفت ويرز. عندك اسامبلي سيلكشن اذا كان عندك فاميلي اور اسامبلي يعمل سيلكشن، وعندك سيلكشن باي اريا مود، اي شيء يكون تحت الريكتانجل او ايه الريكتانجل هذا راح يقتل بي سيلكتد اوتوماتيكلي. عندك روتيت بان لوك اراوند، اوكي لوك اراوند هذه ما نحبهاش بصراحه، لا افضلها، روتيت احسن، اتس مور فليكسيبل مور ايزي. ايش راح نشوف ثاني على السريع؟ هذا نخليها للسيشن 3، هذا راح نخليها للسيشن 3. بس راح نراويكم شغله فقط، انه لما تروح الحاجه اسمها المودلز، في عندك البوسيبيليتي انك تشوف الموديل وحده اتسلف، او تقدر تروح الايفريثينج ان بروجكت. للناس اول شيء الجميل، او اذا اشتغلت صح من البدايه كموديلينج سواء في الشارت كوردينيتس او كوردينيتس عفوا او السيرفي بوينت، تقدر تشوف حتى اللينكد كات فايلز عندك في ال 3 دي موديل في التريمبل كونكت، الوركينج بروجريس، الكات فايلز، خلينا نشوف اللينكد فايلز. اوكي وش عندنا؟ ستراكشرال زي ما شايفين، هذا كامل الفولدر ستراكشر، كل واحد عنده طريقته في الفولدر ستراكشر على حسب استراتيجيتك. يعني اذا فتحنا كامل الكادز راح تشوفوا انهم تحملوا عندي في الموديل. تقدر تعمل حتى كواليتي كنترول على الموديل عن طريق الكاد فايل باي كومبينيشن بتوين the cut file and your IFC model. ممكن يكون عندك ملاحظات على الاكسس اي شيء. اوكي في شغله نسيت نراويكم اياها اللي هي كليب بلان، تقدر تنزل تعمل كليب بلان ثاني كذا، تقدر تعمل vertical or horizontal or على حسب شغلك انت، يعني تعمل كذا بالشغل هذا وتشوف مثلا تشيك تشوف الموديل من الداخل. راح نشوف ان شاء الله ككيس ستادي كيف ما بين اي اف سي ام اي بي اللي هي درينج وستراكتورال، نشوف اركيتكتورال مع ستراكتورال حتى اوضح كامل هذه الامور. زي ما قلنا يعني تقدر تعمل ديليت هايد فلوتينج، هذه تعمل ديليت لهذه، تعمل ديليت لهذه. طيب زي ما حكينا زي ما شايفين انه لازم يكون لينكد كاد فايلز يكون صح، عشان لما تصدر او تفتحهم بالتريمبل كونكت 3 دي فيور يطلع لك صح. يعني فقط هذا اللي عندنا لحد الساعه وحد اليوم. مش عندنا بعد، خلينا نشوف السيتنجز. اوكي خلينا نشوف السيتنجز على السريع. عندك البريفرنس سواء تغير اليوزر انترفيس، الباك جراوند تخليه اسود زي ما تحب. يعني الجرافيك اند مود سيتنجز، جرافيك ديسبلاي، هاي برفورمانس، اوبتيمال كواليتي، الجريدز. الجريدز هذو تبعين تيكلا، تيكلا موديل. اوكي عندك الاي اف سي سبيسز، اذا صدرت انت سبيسز بالاي اف سي على حسب. يعني اوتوماتيكلي لود دي دبليو جي ان توب فيو، automatically change camera to pan على حسب السيتنج ستاك. يعني يونتس عندك اليونتس من المتريك، تحب الانش زي ما تحب. الاكستنشنز، الاكستنشنز عن الاورجنايزر وداتا تيبل راح نشوفهم ان شاء الله، اللي هم جايين على الطرف الشمال.
عندك البروجكتس تقدر مباشرة تغير من هنا about Trimble Connect documentation، حيعطيك الهلب بالنسبة للتريمبل كونكت، وهذا إن شاء الله راح نشوفه بكرة. حنتكلم على اللايرز، حنتكلم على الاتاتشمنت تو دو، حكينا اوريدي، حنشوف الفيو. هذه الفيو إذا حبيت تعمل سكرين شوت اد فيو تمام، تسميها جنرال فيو، جنرال فيو اوكي، ديسكريبشن اي اي اي، شيرد ويز نو سيف، مش ضروري شيرد ويز، مجرد ما تروح للفاميلي وتشوف وين يا ربي، وين الفيو، حتطلع لك هنا 3 دي فيو و2 دي فيو اللي هي في البي دي اف وما بي دي اف وما شابه ذلك. طيب مش عندنا الثاني، هذه الاورجنايزر والبروبرتي سيت راح نتكلم عليها بالتفصيل بكره ان شاء الله. وهذه الاورجنايزر من الاشياء القويه جدا جدا في تريمبل كونكت. الاورجنايزر شبيهه بالسمارت فيوز اللي شفناها في البيم كولاب زوم اخر مره، احنا نحكي لكم عليها بالتفصيل. وعندنا اكيد الكلاش سيتس، تعمل كلاش ديتكشن زي ما شايفين، دخل الكلاش، تعمل كلاش اكسرسايز عشان تطلع الايشيو اوكي. بمجرد ما تعمل سيلكشن لاي اوبجكت حتطلع لك تشينج فيزيبيليتي، سواء شو اول هيدن بروجكتس، عفوا اوبجكتس، ايزوليت لايرز which is same family، هذا مكامل كولمز. تقدر تعمل ريسات، ترجعها من اول وجديد، تعمل فقط هذا كسكشن بوكس اوكي هيدن. تقدر تعمل انزوليت من اول وجديد اوكي، دقيقه اوكي تمام، انزوليت من اول وجديد، ريسات موديل تقدر تعمل كالورينج على سبيل المثال انا حاب نشوف الكولمز الموجودين في السايت، وش تعمل فقط في الموديل، تعمل ايزوليت لايرز وتعطيهم كالر معين اللي هو الاحمر، او عفوا تعمل سيلكت اول ايزوليت لاير، عفوا ايزوليت اي لايرز اوكي، جينا هنا وتعطيهم اللون، ريسيت موديل عفوا اوكي، ايزوليت لايرز اوكي، جي حتى من 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 اوكي، تعمل لهم سيلكشن باي 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 اريا، اعطيهم اللون، ريسيت موديل. عندك البوسيبيليتي انك تعمل 3D navigation زي ما حبيت، مثلا تعمل فرضا انك اخترت شيء، انما نقول هذا مثلا، مجرد ما تعمل الحركة هذه راح يعمل لك اياها on globe ويقرب لك اياها، يقرب لك اياها. تقدر تعمل attachment، تقدر تشوف view property panel اذا حبيت تشوف property selected one، وهذه راح نتكلم عليها بكرة فيها الـ IFCs و properties set. فقط يعني في اشياء راح نشوفها ان شاء الله في السيشن 2 بعد بكره ان شاء الله. هذا كله مهندس سليم لليوم، ان شاء الله ما اكونش طولت عليكم، ما اكونش كثرت عليكم بال او ثقلت عليكم، وان شاء الله يكون يعني استفدتوا يا رب جميعا. نعم 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 خلينا نفتح بس ال stop share، هذا هفتح لكم، نعطيكم option، الاوبشنات المتوفرة في اللايسنس. طيب دقيقة بس مش مهندس، هعمل share مرة أخرى لو سمحت لي. أوكي تمام الله يزيد فضلك. بالنسبة للسؤال الأخ، طيب 3 options هما كالآتي.
البيرسونال، في عندك البيرسونال اللي هي الى حد الـ الى حد كرييت وان بروجكت انفايت اب تو 5 بروجكت ممبرز، عندك حتى 10 جيجا بايت ستورج وتقدر تدخل في 5 مشاريع. عندك الريد اونلي اكسس فور داتا، كرييت شيرد ثرو كونكت ورك فلو اكستنشن، تقدر تعمل بيم كوردينيشن، كلاش ديتكشن، تاسك مانجمنت تول. يعني بالبيرسونال تقدر تعمل تسوي اللي يطلبه الاخ، تقدر تعمل به يعني اللي هي فري. بس على فكره البزنس اللي هي جايه في النص هذه، اشتراكها للواحد $10 للكي او لللايسنس، يعني قادر انت السنه تكلفك $120. انا ننصح الناس اذا حابين يمشوا مع تريمبل كونكت ما يخاطرش ويجيب العشرة وعشرين واحد، لا يجيب الخمسة، راح تكلفه تقريبا $500 ويجرب، اذا شايف انه الناس فعلا بدأت تتعلم يضيف، يقدر يضيف يعني مور بيبل، يعني كل واحد راح يكلفه $120، لانه $120 هذه سنويا. بصراحة انا $120 شايفها يعني مش مبلغ كبير مقارنة بأذر بلاتفورمز، والأوبشنز اللي موجودة في تريمبل كونكت في البزنس أو حتى في البيرسونال يعني كثيرة، يعني موجودة يعني كثيرة. يعني الفرق ما بين البزنس والبيرسونال أنه عندك unlimited projects، عندك unlimited data، unlimited number of project members، join unlimited numbers of projects سواء personal or business، وعندك الميتا داتا. يعني الميتا داتا في البيزنس ما عندكش البيرسونال، لانه الميتا داتا مهمه لك جدا في النيمينج كونفنشن اند في النيمينج كونفنشن اند الفولدر، قصدي الريفيجنز اند تشينج ان ريكويست اند ما شابه ذلك. انت تختار ما بعد، انا ننصحكم تبدو بالفري وشوف اذا ساعدك الامر روح للبزنس، مع انه البزنس انا شايفه مش غالي يعني بصراحه كانفستمنت، مش يعني يستاهل بصراحه انك تشتري البزنس. البريميوم هذا راجع لاستراتيجيه الشركه وين راح تكون عندك الفول 100% فيرجن. بس انا حاليا البزنس اتس اوكي، بس حاب تتعلم ابدا بالبيرسونال لانه فري، عندك اون وان بروجكت ان اب تو 10 جيجا بايت ستورج. نعم نعم محاضرات، هذا مش محاضرة. والله طيب، can you explain the beam implementation workflow from the start point to the end؟ انا حكيت يعني بريفلي باش مهندس عمر لو تذكر اخر مرة عن starting point في beam implementation، وكنت نبهت على كتاب اللي هو البيم مانجر. البيم مانجر هذا هاند بوك يقول انه، وانت اكيد شاطرني رايي باش مهندس، انه the three main points for the beam implementation او قبل ما تبدا في اي شغله، اول شيء لازم تحدد the phase او the company nature، يعني طبيعه الشركه. اول حاجه لازم تعرف انت في الديزاين construction او شو، أول نقطة. ثاني نقطة لازم تكون clear، البيم يوزز واضحة عندك، شو أهدافك من البيم؟ إذا ما كانش أهدافك واضحة ما تقدرش تتحرك خطوة واحدة. ثالث شيء وأنا شايفه مهم جدا هو التيم، الكواليفايد تيم. إذا ما عندكش تيم مستحيل حتكون عندك بيم، ما تقدرش تعمل بيم implementation، ما تقدرش تكون تخلق بيم workflow أو بيئة خاصة بالبيم إذا ما عندكش التيم اللي هو qualified. هذه بس briefly، بس انا افضل انه اذا تسمح لي يعني او مستقبلا نعمل يعني ان شاء الله محاضره عن البيم امبلمنتيشن، وراح يفهمها اكثر الاخ يعني احمد المهندس اشرف ابراهيم اذا اعطيناه كيس ستادي. لانه يعني بصراحه في ناس الامور نظريه، يعني لما تروح للواقع تلقى صعوبه في التطبيق لانه ماسك في راسه فكرة النظري. احنا بصراحة وجدنا مشاكل خصوصا في النظري، الامور النظرية هذه. اعطيك مثال بسيط لان نحكي فيه اليوم والبارح بما يخص الفولدر ستراكشر في الايزو. هم فاكرين انه راح تمشي كمعادلة رياضية، working progress shared published archived، هو لا، هو اعطاك
الخلية، يعني الجسم حيتكون من خلايا صح ولا لا، ومن أعضاء. شو أصل الجسم؟ هو خلية صح ولا لا؟ هذه هي الخلية، يعني الوركينج او الفولدر ستراكشر اللي خاصة بالايزو اور فور الانفورميشن كونتينرز، هو الوركينج بروجرس، وركينج بروجرس اند الاركايف اند ببلش اند شو اسمها اركايف. نعم، يعني انا نفضل انه نعمل محاضرة مستقلة وتكون مصحوبة بكيس ستادي مشان يعرف وين يعمل بروجكشن للمعلومات اللي أخذها نظريا يعني. نعم هل شو مش مهندس؟ لا مستحيل، ما في، لأنه بصراحة مش تحصل بلاتفورم مجاني، لازم تعمله انت البلاتفورم، تعمله تجيب تطوره انت بنفسك، يعني صعبة تحصل بلاتفورم مجاني، بس في ليميت معين للمجانية يعني، اللي تقدر تمشي لك مشروع او مشروعين، بس مجاني تماما مستحيل 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 تحصل فري. في عندك يعني البيم اول بلان، اول بلان بيم بلس، تقدر تمشي به مشروع. إذا حاب مثلا مش حاب تدفع شركة فلوس، نعطيك طريقة معينة باش مهندس محمد أشرف، تقدر مشروع تشتغل به تريمبل كونكت، المشروع الثاني تقدر تستعمل فيه الأول بلان بيم بلاس، كل مشروع تستخدم فيه بلاتفورم وين عندك ليميت معين للفري بلاتفورم، يعني على الأقل تكون عندك الفرصة إنك تجرب كذا بلاتفورم، وتكون عندك الفرصة أنك تستخدم السي دي وتدخل في البيم ورك فلو بقوة يعني. بس هذه نصيحتي، بس مش تحصل يعني فري 100%، صعبة جدا، هذه صعبة جدا. لحد أنا محاضر كنا بحصل هذه الشهادة، وهل هناك متطلبات لتقدم الشهادات المسبقة؟ أنو شهادة؟ ممكن سؤال، هل ينصح المحاضر بأخذ ماستر؟ إيه والله انا ننصحك اذا كان عندك على الاقل سمول باك جراوند في البيم، اذا ماشي فريش حتحصل شويه صعوبه، لانه البروفيسورز اللي بيعطوا كورسات مفكرين انه الستودنتس عندهم مستوى معين من النولج المعرفه يعني. بس كنصيحه ننصحك، اكيد راح تتعلم اشياء كثير في موضوع البيلدينج انفورميشن ورك فلو اند تكنولوجي، من الديزاين فيز الى حتى الديمولوشن زي ما كان يحكي الاخ المهندس. راح تشوف الهيريتاج بيلدينج انفورميشن موديلينج، راح تشوف الانفورميشنز كيف تعمل باب، كيف تعمل اي ار، كيف تعمل كلاش ديتكشن، كيف تعمل كواليتي كنترول، كواليتي تشيكين، سي دي ايز during the site, during the design phase. الأشياء كثير راح تشوف بصراحة، وراح يكون عندك الـ possibility أنك جرب خلينا نقول more than 20 softwares، يعطوك access على تقريبا 20 software free لمدة سنة. وأكيد يعني اكيد اكيد ننصح بها يعني، اي شيء خاص بالعلم وكذا انا ننصح به يعني. شيء ثاني مهم في الفيزيكورات، راح يكون عندك اكسس للبري اكاديمي، اكسس للبري اكاديمي، تاخذ شهاده من البري اكاديمي، تاخذ شهاده من جرافيك سوفت، تاخذ شهاده من الاوتو من الاوتو ديسك، تاخذ شهاده من، تكون عندك عضويه في البيم الكان بيم، تكون عندك بوسيبيليتي انك تاخذ شهاده في الايزو 19650، وش عندنا الثاني يا رب، تكون عندك possibility والاكسس على البنتلي بلاتفورم وين حتستعمل بنتلي softwares free زي سينكرو عفوا. انا ننصح بها، اكيد ننصح بها، بس حاول انك تشتغل على حالك شوي قبل ما تروح، والا حتحسها انها مضيعة وقت يعني. نعم نعم باشمهندس، الله يسلمك يا رب.
ان شاء الله حاضرين باشمهندس، وان شاء الله تكونوا استفدتوا، وان شاء الله نكون ما قصرتش عليكم او ثقلت عليكم، والله يوفقنا واياكم يا رب. نعم الله يوفقهم وجزاكم شكرا، شكرا جزيلا، تصبحوا على خير يا جماعة.